يسعدني بينكم اليوم لمتابعة تنفيذ إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي، وقد صار اليوم كأفضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط وروح التعاون التي شملت الجميع بدءا من السادة مسؤولي وموظفي الشباب والرياضة، والسادة موظفي النادي، والسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين شرفنا بوجودهم. والشكر موصول أيضا للسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين شملونا بحسن الضيافة والاستقبال هذا، وقد بلغ عدد الأعضاء الموقعين الحاضرين اليوم بكشوف الجمعية العمومية عدد 16,138 عضوا، وقد شرعنا بعد إغلاق باب التصويت وبدء إجراءات فرز بطاقات الاقتراع باستبعاد الباطل منها، فبلغ عدد الأصوات الباطلة 139، وأصبحت عدد الأصوات الصحيحة 15,999 صوت. وقد صوت لصالح إقرار اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 13,921 صوت بنسبة 87%، في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صوت بنسبة 13%. وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقرت اليوم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. خالص التهنئة للسيد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وجماهيره في مصر والعالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة يمكن في مشاعر كده الواحد ما بيقدرش يوصفها، لكن في البداية في شكر لازم أتقدم به لبعض الناس الحقيقة اللي هم كانوا بالنسبة لنا النهاردة قيمة كبيرة جدا. وعايز أبتدي بالسادة القضاء، الحقيقة إن هم عملوا مجهود كبير جدا جدا النهاردة. وكمان عايز أشكر اللجنة الأولمبية، لأن اللجنة الأولمبية الفترة اللي فاتت يعني طلعت معانا على كل بنود اللائحة، بشكرهم جدا، ادونا من وقتهم كتير، واحنا كنا حريصين على ده عشان يكون دايما اي حاجة النادي الاهلي بيعملها تكون شيء قانوني وضمن اللوائح والميثاق الاولمبي. في كمان شكر انا يمكن اللي انا شايفه النهاردة هي احتفالية سببها الرئيس الحقيقة الادارة التنفيذية بتاعت النادي الاهلي، من المدير التنفيذي لغاية أصغر عامل في النادي الأهلي. كل واحد كان ليه دور في المظاهرة اللي احنا شفناها النهاردة، واحنا يجب أن يكون النادي الأهلي باستمرار بهذا الشكل إن شاء الله. كمان مش هقدر أن أنا أنكر أبدا دور الأمن، لأن الحقيقة الأمن كان ليهم دور كبير جدا النهاردة في سهولة وخروج الناس، وده الحاجة اللي برضو اللي ساعدت كتير جدا في نجاح هذه الجمعية. كمان عايز أذكر الحقيقة زمايلي في أعضاء مجلس الإدارة كلهم، كل واحد فيهم الحقيقة النهاردة
قدم في خلال الفترة اللي فاتت، قدم الواجب عليه، إن إذا كانت الأعضاء انتخبونا فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب إن إحنا نكون أهل لهذه الثقة، ويجب إن كل واحد كلنا يشتغل الفترة القادمة كلها زي ما قلنا قبل كده قبل الانتخابات بروح الفانيلا الحمر. هو ده النادي الأهلي. اللي بيسعدني كمان بقى في النتيجة دي وفي إقرار النظام الأساسي، وعايز أقول لحضراتكم من 99 سنة، من 99 سنة بالتحديد في سنة 1919 كانت أول جمعية عمومية للنادي الأهلي، وتم إقرار لائحة النادي الأهلي فيها. يعني 1908 كانت لائحة كده بتتحط ضوابط اللوائح، لكن 1919 كانت أول لائحة، وكان بالنسبة لنا شيء تاريخي. النهاردة هو يوم تاريخي، بعد 99 سنة حضراتكم وجميع أعضاء الجمعية العمومية كلهم شاركوا في هذا الحدث التاريخي. وهنا بقى يجي الدور أو يجي الشكر الموصول الدائم بالنسبة للجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية إحنا مش لاقيين كلام أو عاجزين عن لاقي كلام نشكركم بيه، سواء اللي حضر أو اللي ما حضرش، سواء اللي كان موافق أو اللي كان له وجهة نظر أخرى. هو ده النادي الأهلي، هو ده يجب جميعا نشتغل بهذه الروح. ولكن كمان الشيء المهم إن أنا النهاردة شفته المظاهرة بحقيقي، يعني زي اللي شفته في الانتخابات، مظاهرة حب في النادي الأهلي مش في أشخاص. يا جماعة النهاردة اللي احنا شفناه في جو حر جدا، شفناه من كبار السن، شفناه من الأطفال، من السيدات، من الرجال، الناس كلها بقلب وبحب وبانتماء جاية لناديها. هو ده النادي الأهلي، وهي دي عظمة النادي الأهلي، ولازم كلنا نكون فاهمين هذا الكلام. النهاردة مثلا حضراتكم ما تعرفوش انه في شخص منكم واقف وسطيكم دلوقتي وهو جاي في اتوبيس داس على رجليه، راح وتعالج ورجع كمل، يعني رجع كمل ووقف وخدم. الحاجة اللي انا عايز برضو ما تفوتنيش اشكرها حاجتين كمان، فعلا بشكر جدا اعضاء الجمعية العمومية اللي هم النهاردة اقروا لائحتهم، النهاردة امنوا، خدوا بالكم من الكلام انا بقوله ده كويس، أمنوا النادي الأهلي ودعموا النادي الأهلي وحموا النادي الأهلي. حضراتكم النهاردة بتحموا النادي الأهلي. الحاجة الثانية، كمان في هي يعني جهة بتشتغل معنا كل انتخابات وكل جمعيات، وهي الجهة الإدارية. الجهة الإدارية النهاردة ليها دور كبير جدا جدا في نجاح اليوم ده. الجهة الإدارية النهارده عملت مجهود كبير جدا، يعني الحقيقة مدير الإدارية بالسيد الدكتور أشرف كان ليهم دور كبير جدا في نجاح المنظومة بتاعتنا النهارده. الحاجة اللي أنا عايز أختم بيها وهو الشباب الحقيقة يعني بقالهم شهر، لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شباب النادي الأهلي بقالهم أكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجة، هو بس بيحب وبينتمي، وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعة الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده، هو ده الشغل ملهمش هدف، بس أنا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعية من الشباب ده، لازم النادي الولاد دولت لازم يكون لهم قيادات جاية ان شاء الله. في النهاية انا بكرر شكر للجميع، اخص بالشكر طبعا جمعية يعني جميع اعضاء الجمعية العمومية، وتاني بكرر شكر للسادة القضاة الحقيقة اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وان شاء الله احنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد باذن الله. أعضاء الجمعية العمومية هي اللي كتبت المستقبل ده، وبإذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ويروح جيد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ. طبعا برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي وبرنامجكم الأهلي الليلة. الأهلي الليلة وليلة مميزة جدا وليلة مهمة جدا، ليلة بعد ليلة كبيرة جدا، ليلة بعد يوم 28/9/2018، يوم هيذكروا التاريخ وهيكتبوا بحروف من نور، يوم وقفة من وقفات الجمعية العمومية للنادي الأهلي مع الكيان. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، النادي الأهلي اللي حق علينا وإحنا لينا حق على النادي الأهلي. حق الجمعية العمومية عند النادي الأهلي إنها راحت وناقشت واتكلمت وقالت وكتبت وعدلت وحذفت وعملت كل اللي شايفاه لمصلحة الكيان. وحق النادي الأهلي إن أعضاء الجمعية العمومية كلهم يخلصوا الأهلي من اللائحة الاسترشادية ويكتبوا قانونهم ولائحتهم، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. زي ما أنتم عارفين التاريخ بدأ 1907 مع النادي الأهلي، وقانون النادي الأهلي والبداية 1908، يعني بعد سنة من تأسيس النادي الأهلي مجلس إدارته وأعضاؤه عملوا قانون النادي الأهلي، لكن زي ما قال الكابتن محمود الخطيب في كلمته مش بالشكل العام لجمعية عمومية. الكلام ده بقى كان سنة 1919 في أول جمعية عمومية بتقر لائحة النادي الأهلي، وبعد 99 سنة بيكتب أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي التاريخ الحديث للنادي الأهلي، التاريخ الجديد للنادي الأهلي، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. طبعا كل أعضاء مجلس الإدارة لهم التحية، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته، كل أعضاء الجمعية العمومية. وإحنا كنا موجودين هنا معاكم امبارح، بدأنا الساعة 8 الصبح، وكان بيشرفني أن أكون موجود في البداية، وأن أول ما أشوف الكاميرات بتنقل من النادي الأهلي عيني تروح على الطوابير الكبيرة، الطوابير اللي واقفة قبل ما الخيمة تفتح أبوابها، قبل ما الخيمة تفتح أبوابها وكل مداخل النادي الأهلي عليها طوابير من أعضاء النادي الأهلي، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير، كل جاي يلبي نداء النادي الأهلي. الأهلي طلب، الأهلي طلب، والجمعية العمومية لبت الندى، لبت الندى بحضور 16138 عضو. وفقا للائحة الاسترشادية لما بتعمل جمعية عمومية بيبقى من حقك تعملها على يوم واحد من 9 لـ7 مساء. الناس قالت استحالة، مش ممكن، هيجي 12500 يوافقوا. العدد كان 12500 النسبة المقررة لاعتماد لائحة النادي الأهلي، يعني 12000 يحضروا ويقولوا تمام مش هينفع، 12500 يقولوا تمام، هي دي لائحة النادي الأهلي. 16138 حضروا، عدد الأصوات الصحيحة وصلت 15003 تسعات، 15999 صوت صحيح، 139 صوت باطل، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بإقرار اللجنة 13921، وسجل التاريخ نسبة 87% من اللي صوتوا بنعم واللي صوتوا بلأ، وليهم كل الاحترام والتقدير. 2078 انك تنزل وتشارك، هو ده اللي الاهلي عايزه، انك تنزل تقول اه وتقول لا براحتك خالص، انت صاحب القرار. الشكر للناس اللي قالت لا اكتر من الناس اللي قالت اه، لانه نزل وشايف ان مصلحه نريف ده، لكن في الاخر لما بيقعدوا مع بعض وبيشوفوا ان الاغلبيه موافقه على الصح، كله دايما بيمشي في الاتجاه الصحيح. دستور النادي الاهلي، الجمعية العمومية للنادي الأهلي، دايما بقول كلمة واحدة، الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي رقم واحد، هي الجمعية العمومية رقم واحد في الجمعيات العمومية للأندية المصرية. كل الاحترام والتقدير للأندية المصرية، كل الاحترام والتقدير لكل الأندية اللي عايزة تقر اللائحة بتاعتها أو قانونها، لكن الأهلي يختلف، يختلف عن غيره.
لان لا يليق ان الفتره اللي فاتت الاهلي يتم ادارته باللائحه الاسترشاديه، مع احترامي للائحه الاسترشاديه واذا كانت هي لائحه كويسه او فيها عوار او لا او او او، لكن الظروف فرضت انها تطبق على النادي الاهلي وتطبق بحيز معين، ومع ذلك الاهلي امتثل وطبق. بشكر كل مجالس الادارات، مجلس الاداره السابق بقياده المهندس محمود طاهر، حاولوا الناس وحاولوا يعدلوا، لكن المحاوله ما جاتش بالشكل المظبوط لخطا في الاجراءات. كابتن محمود الخطيب بمجلسه بيحاولوا، ربنا بيكرمهم، اعضاء اداره الاعضاء الجمعيه العموميه في ظهر مجلس الاداره، لان مجلس الاداره لما قدم اوراق ترشحه فاكرين كتيب مجلس الاداره والاهلي ينتخب وعائله الاهلي، كل بند بكل وقت كان فيه اولويات، الاولويه كانت لقانون ودستور النادي الاهلي. وبقول لكم كمان ان الفتره الجايه هيكون في مفاجآت كبيره جدا بعد اقرار القانون وبعد اقرار اللائحه. كل الشكر لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، كل الشكر للصغير قبل الكبير، كل الشكر لكبار السن اللي تحملوا وكانوا موجودين، كل الشكر للتنظيم الجيد والرائع، يوم ولا اجمل، يوم ولا اروع، يوم بيتضرب به المثل، يوم بيتضرب به المثل، بتبدا يومك بتنظيم حوالين النادي الاهلي وتنظيم الجراشات حوالين النادي والدخول الثالث والخروج الثالث وكل الجراشات حجوزه مجانا لاعضاء النادي الاهلي، والتاكسي النهري اللي جاب الاعضاء من المعادي ومن النيل للجلاء، الاتوبيسات واقفه بتتحرك كل نص ساعه اتوبيس من كل مقرات النادي الاهلي ونقاط النادي الاهلي لمقر الجزيره، والعوده كذلك كل نص ساعه اتوبيس يرجع بتنظيم كبير جدا. لو دخلت من اي بوابه من مقرات الجزيره بتلاقي السهم والشباب وفتيات النادي الاهلي اللي كان ليهم دور كبير جدا، ودي المسؤوليه اللي بتقع على الشباب وعلى اعضاء النادي الاهلي. ادرك تبقى عضو في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، تبقى مسؤول، تبقى مسؤول وعندك تحديات. اول تحدي للجمعيه العموميه ومجلس الاداره، الكل بيعبر التحدي على قلب رجل واحد في توقيت الكل قال استحاله يحضر العدد المطلوب، لكن في النهايه العدد وصل، العدد حضر. الاهلي بيكمل كتابه التاريخ وبيكتب قانونه الجديد ودستوره في 28/9/2018، يوم هيتكتب في التاريخ وهيتكتب الشكل المميز. الشكر اكيد جدا لكل عمال النادي الاهلي من صغير لكبير، بدايه من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللي ادار وقاد مجموعه النظام والاداره في النادي بهذا الشكل المميز، من عربات الجولف كار وانت داخل للاسهم للخيمه للدخول لتجهيز الخيمه نفسها بكل وسائل الامان والسلامه والاسعاف لاعضاء النادي، لتوفير الكراسي المتحركه لزوينا واهالينا كبار السن، لائحه وقانون النادي الاهلي اللي بيتيح لكل عضو في الجمعيه العموميه ينفذ اللي كتبه بايده، اللي عدله واللي حذفه، يوم حلو ويوم جميل، والتحديات ما بتخلص في النادي الاهلي. الكلام خدني كده وقعدت اتكلم معاكم كتير كتير كتير، لكن نسينا نقدم حلقتنا وبرنامجنا، لكن فعلا الحدث كبير. خلوني بقى ارحب بزميلي المتميز دائما، واحد من المذيعين القادمين بقوه في قناه النادي الاهلي، محمد سعيد زميلي اللي كان موجود امبارح في يوم العرس، واكيد عنده كلام كتير عايز يقوله. مساء الفل عليك يا محمد. مساء الخير عليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب. اولا بتشرف بالتاكيد اللي احنا موجودين في هذه الفتره الاستثنائيه، وسعداء اللي احنا موجودين في هذه الفتره الجميله جدا من عمر وتاريخ النادي الاهلي. ايهاب بالتاكيد فتره جميله جدا، الكل مبسوط لان بعد 50 سنه وبعد 100 سنه لما الاحفاد تتكلم وتذكر هذه الفتره الزمنيه من عمر النادي الاهلي بالتاكيد هتذكرها بكل خير، لان النادي الاهلي كتب تاريخ والتاريخ ما زال بيكتب عن النادي الاهلي ايضا، لان بالتاكيد الفتره الحاليه والفتره القادمه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الكل بيشارك
في صناعة القرار داخل هذا الكيان، لأن الكل حريص على مصلحة النادي الأهلي ومستقبل النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي والمكتسبات القادمة للنادي الأهلي. اعتماد الجمعية العمومية زميلي إيهاب لو الكل بيفكر فيها بشكل قانوني أو شكل لائحي، إنك تكون عايز لائحة أو عايز دستور لناديك خلال الفترة القادمة، القصة أكبر من كده بكتير. القصة إنك بتحاول قدر الإمكان تروح بالنادي الأهلي للعالمية، وده عشان يحصل لازم تعمل لائحة تحافظ على قيمة ومكانة هذا النادي بشكل أساسي أو بشكل أوضح بالنسبة للمشاهدين ولكل الناس. أنت عشان توصل للعالمية وتعمل استثمار لازم الجمعية العمومية تكون هي صاحبة الكلمة العليا داخل النادي الأهلي، وبالتأكيد ده أهم مكتسب وأهم شيء بالنسبة لمستقبل النادي الأهلي زميلي إيهاب. طبعا محمد يوم حافل جدا، وزي ما أنت قلت الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل. كل واحد يبص في لائحة وقانون النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي أنجز يا محمد، لكن في أي وقت أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارته شايفين إنهم عايزين يعدلوا أي حاجة في لائحتهم أو في دستورهم، هم بقى اللي معاهم الحق بالطريقة اللي دستورهم وقانونهم يشوفهم يا محمد. مظبوط، يعني حقيقي اللي ما كانش ينفع الفترة الأخيرة تكون اللائحة الاسترشادية هي اللي الأهلي بيسير عليها، دايما هتكون لائحة النادي الأهلي هي الاسترشادية أو هي الرشيد الأكتر للأندية واللجنة الأولمبية الفترة القادمة عشان يمشي بلائحة النادي الأهلي ويشوف إزاي هذه اللائحة تدرس، وإزاي هذه اللائحة يعني موجود فيها مواثيق وموجود فيها بنود بتعبر بجد عن الميثاق الأولمبي، بتحافظ على القيم والأخلاق، بتدي فرصة لعضو الجمعية العمومية إن هو يشارك في صنع القرار. واكبر من كده كمان بكتير، الفتره الاخيره يا ايهاب واحنا بنتابع هذه المساله، ازاي عضو النادي الاهلي شارك في صناعه مستقبل ناديه من خلال تعديلات ومن خلال مشروع قدر يحط اقتراحات تكون امام اللجنه المركزيه ومجلس الاداره عشان يعتمد عليها ويشوف ان دي مصلحه النادي الاهلي. فبالتالي اللي كتب هذه اللائحه عضو النادي الاهلي، عضو الجمعيه العموميه، مش مجلس الاداره، مش اللجنه المركزيه، وده بالتاكيد عرس ديمقراطي. يعني اي حد بيتكلم عن الديمقراطيه، اي ديمقراطيه في العالم اكتر من كده، النادي الاهلي صنع ديمقراطيه مختلفه تماما، ادى الحق لكل عضو في النادي الاهلي من مختلف الطبقات ومن مختلف الطوائف، سياسي، رياضي، اجتماعي، فني، ثقافي، كل الطبقات وكل الطوائف داخل النادي الاهلي شاركت في ده من خلال ورش عمل. وخلال الفتره الاخيره بجد الكل داخل النادي الاهلي كان سعيد بهذا المنتج اللي في النهايه الكل بيتكلم عليه، وفي الوطن العربي وفي شمال افريقيا دي بقى الحاجه اللي تدينا السعاده الاكبر، ان الناس حتى الدول العربيه والصحفيين والاعلاميين خارج مصر ازاي بيتكلموا عن ان النادي الاهلي ادى درس كبير جدا ان ازاي يقدر يحافظ على مستقبله ويحافظ على تاريخه ويكرس حاجات مهمه جدا لمستقبل هذا الكيان الكبير اللي الكل بالتاكيد بيفتخر انه بس مش يدخل النادي الاهلي، يعدي جنب سور النادي الاهلي. اكيد يا محمد البدايه مشروع لائحه النادي الاهلي، يعني مجلس الاداره كان ممكن يقول لك قانون او دستور او لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، ولكن كتب وطبع مشروع قال يا جماعه ده المشروع اللي معانا كلنا نتكلم ونتناقش فيه. كانت حركه حراك كبيره جدا اجتماعيه داخل النادي الاهلي وداخل مقراته. مجلس الاداره قدر يجتمع باكبر عدد من الاعضاء، وتخيل ان الاقتراحات توصل ل 3500 اقتراح، وتم تعديل وتنفيذ المقترحات وتعديل اكثر من مئات البنود. يعني لائحه زي ما انت بتقول يا محمد، بالفعل عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي هو اللي كتبها. لما مجلس إدارة النادي الأهلي ياخد بداية المشروع ويروح يقعد مع اللجنة الأولمبية علشان يتبع الخطوط القانونية لتعديل وكتابة لائحته زي ما بيقول الكتاب، زي ما بيقول القانون، زي ما بيقول هذا التوقيت، ويبدأ يتكلم وياخد ويعدل، وبعد ما يتكلم وياخد ويعدل يعرض تاني القصة ويعرض تاني الأمور ويتكلم مع الأعضاء، وفي الآخر يشوف كل الطلبات يا محمد إن الأعضاء اتكلمت فيها، وكل الطلبات اللي اتحطت واترصدت تطلع كده في الآخر في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وتطلع لقانون النادي الأهلي وتظهر بهذا الشكل، ويظهر بقى في الآخر الحب الكبير، في علاقة حب كبيرة قوي يا محمد بين الكيان وبين أعضائه وجماهيره. النادي لما بيحتاج أعضائه بيلاقيهم، الفريق والفرق لما بتحتاج جماهيرهم بتلاقيهم، لأن في الآخر العلاقة دي من 1907 مش لاقيين لها توصيف، مش لاقيين لها
كلام، يعني كل الناس تشكك وتقول هو امتى هيقدر يحضر 12500 في التوقيت ده وفي الزحمه وفي الدخول وفي الخروج، تلاقي ان الموضوع مشي بافضل ما يمكن، وتلاقي ان عندك 16138 عضو بيجوا ويخلصوا وينجزوا ويقفوا طوابير، والناس بتصلي الفجر وتروح، ملحمه حب في النادي الاهلي. واكيد معانا على التليفون واحد من اصحاب الفكر الاداري، واحد من اصحاب التخطيط والتنظيم مع مجلس الاداره كله، واحد في الاساس هو عضو جمعيه عموميه حب الكيان واختار ورهنته عليه وبعدين ناقش زيكم وكتب وعدل وقعد معاكم ووصلتوا للحل ده. عايز ابارك للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك على العرس، مبروك على قانون النادي الاهلي، مبروك عليكم حب الاعضاء في عائله الاهلي. يا باشا بس في الاول هو واحد اهلاوي بس. فالاول الف مبروك للجميع والاهلاويه كلها. بشكر القناه للامانه عملت شغل وكان ليها دور غير طبيعي في توضيح كل مفاهيم اللائحه وبنودها على مدار فتره كبيره لكل اعضاء النادي الاهلي. فده شكر موصول ليهم للامانه، كل العاملين بالقناه للي حصل الفتره اللي فاتت. استاذ طارق، البدايه الطوابير من الصباح الباكر كان مشهد يهيب كل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي بالتواجد والحرص، حتى الاسر جايه بالاطفال اللي ما لهمش اصوات وكله بيدعم ويساند لائحه الاهلي في يوم تاريخي. من 7:30 تقريبا الناس كانوا متواجدين في النادي، يعني كان تقريبا لغايه وقت صلاه الجمعه كان حوالي 6000 واحد كانوا قاعدين باصوات لغايه صلاه الجمعه بس. للامانه حاجه رائعه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي هو عهدنا بيها دايما. الدستور بتاعهم اللي هم حطوه، يعني كل اعضاء الجمعيه العموميه الحمد لله لهم الشكر لانهم عملوا مجهود معانا غير طبيعي، تفاعلوا، كان حاله من الحراك جامده جدا جوه النادي الاهلي. الحاله دي خلت كل المفكرين والاداء في مصر الحمد لله وذوي الفكر يتكلموا عليها انها نموذج، بعيدا عنها هي مش مجرد لائحه للنادي الاهلي، هي مجرد عمل جاد، نوع من العمل الجاد اللي الحمد لله اصفر امبارح على نتيجه مرضيه ونتيجه ممتازه لكل اعضاء الجمعيه العموميه والنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده ان هو لازم كان يكون له لائحته، هو النادي الاهلي هو الاقدر في مصر ان هو فيه لائحه خاصه به. النادي اللي هو الحمد لله بتاريخه بمكوناته ليه هو اليد العليا الحمد لله دايما في تكوين كل الانشطه والاتحادات الرياضيه في مصر. طبعا يوم رائع وجميل، يوم رائع وجميل، والاروع الملحمه اللي شفناها بين اعضاء النادي بين مجلس ادارته، كونكم اعضاء واهلاويه، وجودكم امبارح زي ما قلتم امبارح في التسجيلات احنا ما بنروكش خلاص للقانون، احنا جايين نساعد الاعضاء، لكن شكل محترم جدا وشكل مميز وتنظيم ولا اروع في يوم مختلف يوم تاريخي. مجلس اداره اهلاوي الحمد لله، يعني امبارح كلنا كنا واقفين في وسط الاعضاء نفس الحماس اللي عند الاعضاء عند مجلس اداره النادي الاهلي كله. ويعني برضه مش عايز اقول ان الحمد لله بفضل ربنا اليوم ده هو بمثابه برضه تجديد ثقه في المجلس، يعني احنا اولاد النادي وبنشتغل للنادي الاهلي، والحمد لله طول الفتره اللي فاتت كم من الانجازات والحاجات المتعلقه بالانشاءات وحاجات كتير قوي باعاده هيكله جوه النادي حصلت، والمسيره شغاله الحمد لله باقصى ما يكون. فاحساسنا هو ده امبارح، احنا اهلاويه وفي وسط الاعضاء وكلنا بنكذب النادي الاهلي. استاذ طارق، الناس تقول لك طب ليه مستعجلين تعملوا القانون والدستور وبادئين بهذا الشغل الجامد، وكانت يعني معركه كبيره جدا وتحدي كبير جدا، وليه مستعجلين والعدد مش هيكمل، لكن كان لكم رؤيه في ده والحمد لله رهانكم دايما على اعضاء الجمعيه العموميه كسبان. لان كان في حاجتين، في حاجه ان يعني الحمد لله مش عايزين يكون في اي وعد وعدناه خلال الحمله الانتخابيه والوعد ده ما يتحققش. فكان خلال الحمله الانتخابيه ان في السنه الاولى هنكون ان شاء الله عملنا لائحه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه كان في تصوير، فكان في تصميم غير طبيعي، وللامانه كان بياخده كابتن محمود الخطيب
ان لا يصح ان تجرى الاول جمعيه عموميه لينا في الدوره الانتخابيه دي على لائحه استرشاديه، لازم تجرى على لائحه النادي الاهلي. فالجمعيه ان شاء الله اللي هتعقد في نهايه 10 او اوائل 11 دي ان شاء الله خلاص هتعقد على، وهو ده كانت امنيتي انها تعقد على لائحه الاهلي. ما ينفعش جمعيه عموميه تعقد على لائحه الاسترشاديه. والحمد لله التصميم والاراده دي وحبنا للنادي واخلاصنا في القصه دي هو ده اللي وصلنا لكده. واضح طبعا الحب الكبير والمتبادل. وامبارح تابلوه كبير بقى كده، تابلوه من 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 تفاني الاعضاء، من تفاني مجلس الاداره، من تفاني يعني الموظفين واداريين النادي، ان الشكل يطلع يعني اللوحه بلا غلطه، يعني لوحه بلا غلطه، كل الرتوش اللي محطوطه بشكل كويس وبشكل منسق، الشكل الرائع جدا في التسابق للادلاء بالصوت. والاروع ان المجموعه اللي جت اللي اختلف بهذا الشكل المحترم المميز، اذا كان 2000 طبعا 78 واحد رفضوا اللائحه، ده حاجه انا من وجهه نظري شايفها حاجه حضاريه جدا. قدامهم 13921 من اصل 15999 الاصوات الصحيحه باجمالي حضور 16138، كلها ملحمه. ودي المظله الكبيره اللي الاهلي كله بيدير يعني جمعيته واعضائه في يوم يعني كبير جدا، يوم بجد مهما نتكلم هيكتبوا التاريخ وهيذكروا التاريخ من مشاركة الجميع، وكل واحد قال رأيه، ولكن في الآخر الجميع بيمتثل لرأي الأغلبية ومصلحة النادي. انت لمست نقطة ممتازة قوي يا أستاذ إيهاب، حتة العاملين في النادي. العاملين في النادي طول الفترة اللي فاتت بذلوا مجهود غير طبيعي، من أصغر واحد لأكبر واحد فيه. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، مشاركه غير طبيعيه لتهيئه كل الاجواء لاعضاء جمعيه عموميه ان هم يكونوا متواجدين بكل سهوله. يعني امبارح اللي يشوف الخيمه طبعا يعتقد ان الخيمه رايقه جدا، تدخل جوه الخيمه تتفرج على الاعداد اللي موجوده وكل واحد وكانه ماشي لوحده. بالظبط، هو ده اللي هو بنهدف فيه كنادي الاهلي، ده هو ده يليق بالنادي الاهلي. ما يليقش بعضو جمعيه العموميه ان الاهلي يدخل في زحام او يكون يوم عذاب ليه عشان يجي جمعيه عموميه يضلي برايه، سواء في لائحه او في انتخابات او في ميزانيه، لا يليق بالنادي الاهلي. فالحمد لله دي بدايه ان شاء الله للكلام ده. وخلينا اقول لحضرتك ان كان في رساله من الجمعيه العموميه في الانتخابات الاخيره، البعض طلب الخيمه يبقى ليها مواصفات معينه، وكان في مطالب لحضراتكم، وانتوا برضو كان ليكوا كلام ووعود في عائله الاهلي. اعتقد ان الواقع الان هو من يتحدث. طب ده انا هقول لك حاجه، يعني فضل. في جزء يعني انا يعني اعتقد ان في جزء اللي ما جاش امبارح، يعني طبعا زائد حراره الجو الغير طبيعيه، وما اعتقدش دي سبب رئيسي برضو، انما كان في سبب رئيسي هو التخوف مما حدث في الانتخابات اللي فاتت. بالظبط، لان كان الالتحام كان غير طبيعي، وكان لظروف اكيد خارجه عن مجلس اداره النادي اللي كان موجود وقتها، كان الناس عانوا كله عانى بطريقه غير طبيعيه. بالظبط، فالحمد لله ده برضو يعني اللي حصل امبارح بينبه كل الاعضاء الجمعيه العموميه ان ان شاء الله من امبارح كده المعلن اي حاجه فيها تنظيم نظام للنادي الاهلي سواء جمعيه عموميه او غيره تكون بالطريقه المريحه للاعضاء. بمناسبه العاملين، يعني امبارح والله في موقف تاثرت بيه جدا. امبارح مديره الاشتراكات اللي هي مديره الاشتراكات في النادي اسمها السيده عزه حلمي، جات لي بعد النتيجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، قمه الفرح بطريقه غير طبيعيه. انت عارف حاجه ليه؟ انا عضو في لجنه العضويه. في عندها هي ايام ما كنا بنتعامل مع اللائحه وبنقعد معاهم، كانت عندها نوع من الحماس للاعضاء، ومش عايز اقول يعني هي متضايقه عشان اعضاء كتير قوي فيهم مشاكل، اعضاء يعني بالقرب من حوالي 5000 عضو فيهم مشاكل متراكمه على مدار الزمن من لوائح كتيره ونفسها انها تتحل. فامبارح سعاده الناس العاملين بالنادي دول عشان هم بيحتكوا اكتر بالاعضاء طبعا في مشاكلهم، يعني وضعيات الارامل، وضعيات مشاكل الاعضاء. بالظبط، امبارح انا فوجئت جاي بفرحه غير طبيعيه، جايين يتكلموا على كده ان هم مبسوطين جدا وبيباركوا فرحه غير طبيعيه. اما يكون هو ده هي عائله الاهلي ده بقى كده اللي هو المفهوم الحقيقي اللي هو كلهم العاملين الاعضاء جمهوره مجلس ادارته كل من له صله
وبالنادي الاهلي وتربطه حاجه هو جزء من عائلتك. استاذ طارق، جماهير النادي الاهلي كانت ملفوفه حول شاشه قناه النادي الاهلي كل الجماهير، وكان ماتش كبير بيتلعب ومشجعين وقاعدين وعايزين يشوفوا نتيجه الفرز والاعداد. كميه تليفونات جاتنا في قناه النادي الاهلي ما اقدرش اقول لك، ولا الرسائل اللي جت من الجماهير بقى اللي بتدعم في الاخر الاعضاء والنادي والمجلس، كله على قلب رجل واحد علشان يشوفوا نتيجه هذا اليوم الكبير. انا اقول لحضرتك يعني ما شاء الله الجينات الاهلاويه ملهاش حل، جماهير الاهلي اللي هم مش اعضاء في النادي الاهلي بالظبط منهم يعني كبير حافظوا اللائحه. صح يعني صح. حاجه ما شاء الله، يعني التفاعل الاهلاوي مع كل ما يخص النادي الاهلي، ما حدش بيسال الاهلي هو ده الاهلاوي، ما حدش بيسال الجزء ده يخصني كشخصي ولا لا، هو يخص النادي الاهلي ولا لا. صح. وبرضه النادي الاهلي ما انساهمش في قانونه ولائحته ودستوره. بند كامل على رابطة المشجعين بتفاصيله، غير يعني اكثر تفصيلا من اللي ذكر في القانون او في الاستشهادية، بحيث انها ان شاء الله تبقى رابطة زي كل الدول اللي فيها روابط، الحمد لله روابط على قدر من التشجيع والثقافة والحاجات المثالية، وفي نفس الوقت تحت مظلة النادي، بحيث برضو ما تخرجش ابدا عن تقاليد وقيم النادي، وما يسمحش لاي مندسين او ناس ثانيه ارتباب او غيره تدخل ما بينهم. بالظبط. ان شاء الله بعد تفعيل اللائحه طبعا كل الكلام ده هيفعل بطرق تليق بالنادي الاهلي والجمهور. استاذ طارق، في بشاير كده بعد اعتماد لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي وسامعين عن بوادر استثمارات ومشاريع كبرى للنادي الاهلي، نقدر كده في عجاله يعني نقول ان شاء الله في حاجه زي كده هتحصل الفتره الجايه؟ اه طبعا ان شاء الله هيحصل، بس حضرتك احنا لسه مخلصين. انا عارف اللائحه، انا عارف وعارف ان حضرتك ما تقدرش تقول على حاجه معينه بعيدا عن المجلس لسه هتقعدوا وتقولوا، لكن طبعا بشرى طبعا لكل الناس. عندنا حاجات كتير، عندنا موضوع موضوع التجمع الفرع الجديد، خلاص احنا تم توقيع العقد، فهنبدا بقى في كل ما يتعلق به ان شاء الله بدايه سريعه. تمام ان شاء الله استاذ، حلم الاهلاويه ان شاء الله في دماغنا وعمالين نتدارس بقالنا فتره لوجود الحلول المثلى، حاجات كتيره قوي، كل ما اقرته اللائحه للاستثمارات اتفتح الباب، ومع كل القيود والضوابط اللي تضمن حق النادي الاهلي وحق الاهلاويه. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي امنوا وحموا ودعموا النادي، وده ملخص كلمه الكابتن محمود الخطيب. طبعا استاذ طارق قنديل بشكر حضرتك، وعايزك في الاخر تقول كلمه كده للتاريخ على هذا اليوم الكبير 28/9/2018 والاهلي بيقر قانونه ودستوره لائحه النظام الاساسي. اليوم ده هو بين حاجه يعني اظهرها، هي موجوده، الاهلي له حراس، ما اقدرش اقول اكتر من كده، حراسه موجودين دايما على مدار التاريخ، وشكرا لكل من شاركوا في خروج اللائحه دي للنور وابراز قيم ومبادئ النادي الاهلي، اللي هي مش شعارات ابدا، هي بتقنن وتفعل كل يوم. اشكرك الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا لكل اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس الاداره، ومبروك قانون ودستور الاهلي. مبروك على كل اعضاء النادي الاهلي قانونه ودستوره، وطبعا يعني الواحد بيبقى لما بيقول رأي كده او لما بيشكر في مكانه اللي هو شغال فيه بيبقى الكلام، ناس تقول لك مش منطقي شويه، لكن لما يقول الاستاذ طارق قنديل نشكر قناه النادي الاهلي على التغطيه المميزه في الفتره اللي فاتت ضمن منظومه النادي الاهلي، يبقى كل الشكر والتقدير للاستاذ خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي على الطفره اللي بتشهدها القناه على اليوم اللي كان منظم بشكل رائع جدا، بشكل كبير جدا، كل حاجه كانت على شاشه قناه النادي الاهلي، كل مراسلنا وزملائنا اللي غطوا اليوم امبارح في احتفاليه كبرى، كمان كل الشكر للاستاذ محمد القوسي اللي قاد فريق العمل وفريق العمل بالكامل اللي موجود في القناه وتعب واجتهد بشكل كبير جدا، اكيد الشكر موصول للجميع، كذلك بنشكر زي ما بقول لكم الاداره التنفيذيه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي على الجهد الكبير والنظام اللي اتعمل، وما ننساش بقى الجهد الكبير في الفتره اللي فاتت للمركز الاعلامي والاستاذ جمال جبر في القاء الصوره والقاء المشهد بهذا الشكل الكبير والشكل الاعلامي المحترم
للنادي الاهلي. وما تنسوش في الاهلي الليله فقره الخاصه للاعلامي الكبير الاستاذ شريف فؤاد لما كان بيتكلم عن دستور الاهلي واللائحه والنقاش والحراك المجتمعي اللي ظهر بشكل كبير. لكن وسط كل المشهد الرائع ده البعض عايز يحط لك كده بالبلدي شويه تراب على التورتايه الجميله على هذا المشهد. التابلوه الرائع، التابلوه اللي اترسم زي ما بنقول ما فيهوش غلطه. البعض تداول بالامس فيديو من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يتحدث فيه انها فاضيه، ان في تزوير، ان لكن في الاخر الكلام ده بالقانون وبالدستور وبالاخلاق وبالاحترام ليه رد، والرد هيقول لكم زميلي محمد سعيد. حقيقة إيهاب امبارح المنظر كان رائع جدا والكل أشاد بيه، والصوت والصورة ما فيهاش هزار وما فيهاش تهريج، وطالما قدامك ماتيريال وصوت وصورة وكاميرات بتنقل وكاميرات مراقبة جوه الخيمة الانتخابية منذ 9 صباحا حتى 10 مساء ما فيهاش هزار، الكاميرات دايرة لمدة حوالي أكتر من 13 ساعة، ما فيش دقيقة الكاميرات فصلت، ما فيش دقيقة الاس ان جي والبث المباشر فصل، الناس كلها شافت بالصوت والصورة. أنا على المستوى الشخصي عقب صلاة الجمعة توجهت لمقر النادي بالجزيرة أشوف المشهد كمان عشان أشوفه بشكل أوسع. الزحمة مش في الخيمة، الزحمة كانت في النادي، الزحمة كانت كبيرة جدا. لكن الأكبر من كده كمان وانت بتتكلم على هذا الموضوع، امبارح كان في ثلاثة جهات بتراقب وبتتابع الجمعية العمومية. أولا الجهات القضائية المرسلة من مجلس القضاء الأعلى، وهنا احنا ما بنهزرش، في جهات قضائية كانت بتشرف وبتتابع أعمال الجمعية العمومية، ثم اللجنة الأولمبية المصرية من خلال وفد رسمي كان متواجد امبارح، ثم وزارة الشباب والرياضة من خلال الجهة الإدارية. إذن ثلاث جهات رسمية بتتابع وعن استمرار بشكل كبير داخل الجمعية العمومية. اللجنة القضائية أصدرت بيان مهم جدا منذ قليل تناقلت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي من الناخبين، وأثاروا وجود شبهة تزوير للجمعية العمومية للنادي الأهلي بغرض إثارة شبهة تزوير شابت الجمعية العمومية للنادي. وحيث أن اللجنة القضائية التي تولت مهمة الإشراف يقع على عاتقها إيضاح بعض الحقائق، حيث اطلعت اللجنة القضائية بدورها بتكليف من اللجنة الأولمبية المصرية بناء على طلب النادي الأهلي، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وجاء تشكيلها كالآتي: السيد الأستاذ المستشار محمد السيد محمد علي خليفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، السيد الأستاذ المستشار أحمد مجدي أبو العلا المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار أحمد علي حافظ بيومي المستشار بمحكمة استئناف المنصورة، السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين محمد المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار حسام الدين حسين عواد الجيزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار أحمد إسماعيل عبد السميع محمد رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية. وقد بدأت عملها باجتماع مسبق مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وتم الاتفاق على كيفية العمل داخل لجان الاقتراع بداية من كشوف الناخبين وأوراق التصويت والصناديق المخصصة لذلك وإعداد محاضر اللجان الفرعية. واقتصر دور موظفي النادي على تسهيل عملية الاقتراع للسادة أعضاء الجمعية العمومية دون فرز الصناديق الذي يقع تحت إشراف أعضاء مديرية الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية، وتم تسليم كشوف السادة أمناء اللجان والسادة موظفي الشباب والرياضة إلى اللجنة القضائية. وقد كلفت اللجنة القضائية إدارة النادي الأهلي بوضع كاميرات المراقبة داخل الحرم الانتخابي لمنع حدوث أي تجاوزات ومراقبة عملية التصويت برمتها. وقد حرصت اللجنة أن تتم عملية الاقتراع في أجواء من الشفافية والنزاهة، وهو ما تحقق بالفعل طيلة اليوم الانتخابي، وحيث تؤكد اللجنة القضائية أن عملية الاقتراع والتصويت كانت تتم بيسر وسهولة وبصورة منظمة وبدقة متناهية، وهو الأمر الذي خفف من شدة ازدحام الناخبين أمام اللجان، حيث بلغ عدد اللجان 136 لجنة، وكان الإقبال على بعض لجان الاقتراع متوسط نسبيا وكثيف على بعضها الآخر، خاصة المواجهة لأبواب الدخول الحرم الانتخابي. وفي الساعة 7 مساء أعلن المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية
اكتمال النصاب القانوني وغلق أبواب الحرم الانتخابي وقصر الاقتراع على من بداخل الحرم فقط عقب انتهاء من بداخله من الاقتراع بحضور 16139 صوت، ثم تم البدء في عملية فرز بطاقات الاقتراع والتي كانت تحت إشراف موظفي الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية عن طريق متابعة التوقيعات الموجودة بكشوف الناخبين وبأوراق الاقتراع الموجودة بالصناديق. وإذ تؤكد اللجنة القضائية أن العملية الانتخابية تمت بحيادة ونزاهة لم تشوبها شائبة واحدة ولم يعقر صفوها وأحدا، وأن نتيجة عملية التصويت ما هي إلا انعكاس لرأي الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لم يتدخل فيها أحد ولم يؤثر فيها هوى، وأن أي ادعاءات بحدوث تلاعب أو تزوير ما هي إلا محض افتراءات يراد بها باطل، ولن تسمح اللجنة القضائية بحدوث مثل تلك الادعاءات أو السكوت عنها. ذلك هو بيان اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية غير العادية بالنادي الأهلي في تاريخ 28 سبتمبر عام 2018. وعندما نتحدث عن اللجنة القضائية والقضاء المصري نقف أمام هذا اللجنة وأمام هذا القضاء بشكل مهم جدا. طيب للتعليق على هذا البيان معايا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. دكتور سراج أولا برحب بيك، ومشهد كان عرس ديمقراطي امبارح في النادي الأهلي، أولا عايز أخد رأيك فيه لأن بجد امبارح الكل كان بيتكلم بسعادة والكل كان بيعيش سعادة غامرة في هذا المشهد الانتخابي داخل النادي الأهلي. والله طبعا برحب بيك يا أستاذ محمد وكل السادة المشاهدين على قناة النادي الأهلي، والحمد لله يعني عايزين نبدأ يمكن كلامنا بشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية وكل الناس اللي شاركت معانا في اليوم وكل الناس اللي شاركت قبل اليوم كمان بإبداء آرائها ومقترحاتها في تشكيل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحتى الناس اللي أي ظروف طبعا ما قدرتش تيجي أو تحضر، فإحنا بنشكر الجميع وبنشكر أعضاء الجمعية العمومية وهم دايما في ظهر النادي الأهلي ودايما بيكونوا موجودين بقوة وبيستندوا النادي الأهلي في الأوقات الصعبة قبل الأوقات السهلة. امبارح المشهد كان مشهد ديمقراطي، وفي ظل المشهد الديمقراطي كان في رقابه من اكثر من جهه بناء على طلب النادي الاهلي، واللجنه الاولمبيه المصريه ارسلت العديد من الخطابات للجهات الرسميه، اللجنه الاولمبيه حضرت من خلال لجنه ممثله عنها، الجهات او اللجنه القضائيه حضرت بخطاب وتكليف من المجلس القضائي الاعلى، ايضا وزاره الشباب والرياضه من خلال الجهه الاداريه. تعقيبك على كل هذه الاجراءات والبيان الذي صدر من اللجنه القضائيه نتيجه بعض وسائل الاعلام للاسف غير المسؤوله وحديثها بالامس عما حدث وبعض الشائبات التي قيلت للاسف في هذا الموضوع. لا والله يعني احنا يعني امبارح اليوم كان يعني كان واضح وظاهر للجميع يعني، ويمكن كان متغطي بشكل قوي يمكن من قناه النادي الاهلي يعني، وده برضه حابين نشكر القناه عليه، كان في تغطيه اكثر من رائعه امبارح لليوم على مدار اليوم. كان واضح في كل المشاهد اليوم والخيمه والناس والمشاركه والكثافه اللي موجوده، وطبعا كان تحت اشراف قضائي كامل يعني، كانت موجودين معانا على مدار اليوم كله المستشارين ناس محترمه كلها، نحب نشكرهم برضه ان هم كانوا موجودين معانا اليوم ده واشرفوا عليه. يعني اليوم كان واضح للجميع، فانا شايف ان هي حتى رد على ادعاءات زي كده او رد على يعني حاجات بتثار بالشكل ده في الوقت ده يعني، ما الرد عليها يعني كان واضح خلال المشهد نفسه اللي كان موجود في اليوم يعني. الصوره قدامنا هي دكتور سراج يعني، الصوره ما بتكذبش قدامنا اهي. اه بالظبط، ما احنا يعني استاذ محمد يعني يمكن الكلام اللي بيتقال كتير في الاوقات دي وفي الفترات دي، ويعني لو النادي الاهلي هيشغل باله ان هو يقعد يرد على واحد وعلى كل حد بيقول كلام مش صحيح مش هنخلص يعني، احنا مركزين في شغلنا ومركزين في عملنا، والحمد لله اليوم يعني ودير بشكل اكثر من رائع من الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، كل عمليه النادي والموظفين في النادي الناس كلها نظمت اليوم والشباب اللي شاركوا في التنظيم، ومشهد جميل ويوم جميل. حاجه بس الحقيقه هي دايما اللي بتثبت يعني الجميع
اذا كان فعلا الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط يعني. فكله جه امبارح وشاف، وحتى اللي ما نزلش وحضرش امبارح شاف من خلال قناه النادي الاهلي المشهد. طيب دكتور سراج، ايه المشاهد اللي لمستها بشكل شخصي؟ لان امبارح انا بصراحه شفت مشهد، يعني مشهد كان رائع جدا. اولا كل القيادات السابقه في النادي الاهلي والرؤساء السابقين واعضاء مجالس السابقين او الغالبيه كانت متواجده امبارح وحريصه على المشاركه. مجلس الاداره حرصه امبارح ان يكون متواجد في وسط الاعضاء منذ الصباح الباكر حتى ختام عمليه التصويت واعلان النتيجه. ابرز المشاهد اللي لمستها في هذا اليوم التاريخي اللي التاريخ هيكتب عنه ل 100 سنه قدام. لا طبعا، يعني زي ما قلنا احنا الحمد لله الجميع شارك، يمكن يا استاذ محمد في اليوم ده من قبل ما يبدا. يعني احنا دي كانت التجربه يمكن ديمقراطيه جدا، وكانت تجربه اولى من نوعها بتتعمل في مصر، ان انت بتفتح المجال لجميع الناس انها تشارك في الاقرار او في تشكيل اللائحه نفسها، وفي تعديل اي بنود مثلا مش عاجبه الناس، او في حذف بعض البنود وفي اضافه بعض المواد الاخرى. يمكن حوالي 53 ماده ما بين التغيير والحذف والاضافه، كل ده حصل براي الناس وبراي الاعضاء وراي محبين النادي ومختلف الاطياف. فده كان المشاركه موجوده، وكل الناس يعني زي ما انت حضرتك كل الناس النسخ اتبعتت يمكن لاعضاء مجالس اداره سابقين، والناس كانت بتشارك وبتقول رايها، يعني كله كان مشارك حتى من قبل اليوم. وامبارح المشهد بقى يعني كان احلى يوم، كان الحمد لله المجهود اللي اتعمل الفتره اللي فاتت بقى كل اللي بالنجاح امبارح من خلال بقى الجميع، بقى كل الناس يعني شاركت امبارح الحمد لله، وكله سواء اللي وافق على اللائحه اللي رافض اللائحه، سواء زي ما انت حضرتك قلت اعضاء مجالس اداره سابقين، يعني كل الناس شاركت لان كله رايح للنادي الاهلي. يعني دي مش انتخابات يعني كله رايح للنادي الاهلي عشان مستقبل النادي الاهلي. يعني ما ينفعش النادي الاهلي يمشي بلائحه استشهاديه او بلائحه مش هو اللي عاملها ومش ولاده اللي عاملينها، واللائحه دي شارك فيها جميع ابناء النادي. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا، وكانت هي النهايه يعني الافضل للنادي الحمد لله. دكتور سراج، دايما الشجره المثمره انت عارف طبعا، يعني طالما انت ماشي وناجح والشجره المثمره وبتلاقي دايما كده في عوائق في الطريق، لكن الفترة الجاية منتظرين نجاحات أفضل وأفضل بالتأكيد، وفريق كرة القدم ماشي بشكل جيد، الألعاب الجماعية والألعاب الفردية محقق إنجازات، الأهلي دلوقتي داخل في فرع رابع وإنشاءات خلال الفترة القادمة، استثمار قادم أيضا كمان دكتور سراج، فبالتأكيد اللي جاي هيبقى أحسن، وعارف إن أنتوا بالتأكيد كل الأمور دي ما تبصلهاش وشايفين الطريق لقدام عشان جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. بالظبط يا أستاذ محمد، بالظبط هو ده يعني مبدأ النادي الأهلي من زمان، وهو ده السيستم يعني اللي عمل في النادي الأهلي. ما بنردش على يعني حتى يعني كمجلس اداره وكحتى اعضاء النادي الاهلي يعني في يوم من الرقي ان هم مش على اي المعطلات دي. حتى قناه النادي الاهلي عندنا الحمد لله احنا عالميا يعني برضو في تميز، احنا ما بنخشش في المعطلات او ان احنا نرد على حد او ننزل بالمستوى لحاجه ما تليقش باسم النادي الاهلي. لا الحمد لله يعني احنا دايما في مكانه ثانيه وفي حته ثانيه خالص، وهو ده سر نجاح النادي يعني، وهو ده اللي هنفضل مستمرين عليه. ويمكن لما بيحصل اي حاجه من الحاجات دي احنا دايما كان كابتن خطيب يقول لنا يعني ما تشغلوش بالكم بالكلام واللي بيتقال، كل ما يبقى فيه هجوم زياده او كلام زياده كل ما نشتغل اكتر ونتعب اكتر عشان النادي. وطالما اسمك مرتبط بالنادي الاهلي لازم تتعلم وتتحدث بقيمه واخلاق النادي الاهلي بالفعل يا دكتور سراج. تمام بالضبط. دكتور سراج انا بشكرك شكرا جزيلا. افضل النادي الاهلي ده. شكرا. اكيد اكيد باذن الله. دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا على هذه المداخله الطيبه. بالتاكيد عقب بيان اللجنه القضائيه المشرفه على الجمعيه العموميه، ويعني بعد هذا البيان وبعد ما قرينا البيان لكل المشاهدين في مصر والوطن العربي مفيش اي تعليق يتقال، لان خلاص الجهات القضائيه تحدثت وقالت بالصوت والصوره، فاي كلام تاني يتقال يعني يتعمل عليه اكس على طول. ايهاب يعني تعليقك ايه بالتاكيد عقب هذا البيان؟ و البيان اتكلم في نقاط واضحه جدا وحدد موضوعات ما ينفعش حد تاني يتكلم فيها خلاص بقى، ولا يقول فيديو ولا مش فيديو، لان خاصه كمان لما بتعرض فيديوهات اعرض الفيديو وحط التايم بتاعه، ما دلوقتي الحاجات دي بتتوثق، اعرض الفيديو وحط التايم، لان كان في ساعه صلاه الجمعه. هي دي بالظبط، هي دي اذكى نقطه يا محمد. انا طبعا الموضوع لا يحتاج انه يطلع له بيان، مع احترامي الموضوع ابسط من انه يطلع له بيان، لان انت شاغل نفسك قوي قوي بالنادي الاهلي. لما تشغل نفسك بالنادي الاهلي اشغل نفسك ازاي نجح النادي الاهلي، ازاي الاهلي على مدار تاريخه من سنه 1907
حتى اللحظه دي اللي بيعيد فيها كتابه التاريخ وبيكسب كل التحديات. الاهلي بيكسب التحديات بادارته وباعضائه وبجماهيره، كلهم بيكونوا مثلث واحد، مفيش ضلع بعيد عن الضلع الثاني، لان هم مثلث مع بعض على الحلوه والمره. مفيش حد ابدا ابدا بيشتغل بعيد عن الثاني، واقصد بيشتغل بعيد عن الثاني من غير لا اجتماعات ولا مداولات. في حب كبير جدا يا محمد اتكلمنا عن البدايه، والاحساس والشعور بين الطرفين لما يبقى عندك جمعيه عموميه تاريخيه بتدار بهذا الشكل، وعندك جماهيرك ملتفه حوالين قناتك بتتابع وبتسال وبتطمئن. النادي الاهلي وجماهيره واعضائه كتله صعب تتكلم عليهم. المشهد ربما يكون ازعجك لانك ربما فشلت في تطبيق ربع المشهد او جزء من المشهد. كان نفسك تطبق المشهد وماله، حاول مره واثنين وثلاثه، ربنا معاك، ما حدش يشغل باله بيك ابدا. لكن ما تجيش تشغل بالك انت هنا ليه الناس دي ناجحه. الناس دي ناجحه عشان سكه تانيه خالص، الناس دي ناجحه عشان ليها دستورها، ليها مبادئها، ليها اخلاقها، ليها بداياتها. ما عندهمش لا صوت عالي ولا عندهم غير حب الكيان بس بدون اي مصلحه. الناس دي ناجحه علشان لما النادي بيطلب اعضائه بيجوا اكتر من المطلوب. الناس دي ناجحه عشان لما النادي والخيمه تفتح ابوابها تلاقي طوابير بساعات قبل فتح الباب، قبل الميعاد الكل واقف على الباب، وقبل الميعاد الكل واقف علشان يحط اسمه ويكتب نفسه في التاريخ. الوضع مختلف تماما، محدش شاغل نفسه بيك، انت ما تشغلش نفسك بالنادي الاهلي، ما تشغلش نفسك بالنادي الاهلي. لان هعيدها لك تاني، لو عايز تشغل نفسك بالنادي الاهلي اتعلم منه. ومحمد انت قلت نقطة مهمة جدا، الفيديو توقيته ايه؟ انت جاي في النص ساعة بتاعت الصلاة صور زي ما انت عايز. طب ما انت على قناة الاهلي مباشر والوضع واضح جدا. زعلنا يا شباب ورونا كاميرات النادي الاهلي اللي الكل اشاد بيها، دكتور محمد سراج والاستاذ طارق انديل واعضاء الجمعيه العموميه والجماهير على التغطيه الممتازه على مدار اليوم بالكامل. الصور موجوده على مدار الساعات والكاميرات. انت قلت يا محمد ان في وقت للصلاه وارد تكون الامور في الدنيا لسه مش موجوده بالشكل الكبير، لكن قولوا لي المشهد ده يتزور ازاي؟ قولوا لي المشهد ده يتزيف ازاي؟ قولوا لي دول مين؟ قولوا لي دول مين؟ دي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وهو ده محمد التاريخ اللي اتكتب، ويبدو أن كتابة التاريخ بتألم بعض الناس. دول أولاد الأهلي المخلصين يا إيهاب، بالتأكيد أولاد الأهلي المخلصين اللي حريصين على نجاح هذا النادي والحفاظ على كيان النادي. في نقاط وفي أمور إحنا بنشوفها بعينينا، مش محتاجين حد يبعت لنا صورة ولا يورينا فيديو. اللي جان من 1 ل 36 اللي مذاكر تاريخ النادي الاهلي يعرف ان دي العضويات القديمه في النادي الاهلي، ومع مرور السنوات بالتاكيد عدد العضويات في هذه اللجان البدائيه او اللجان اللي بدات مع تاريخ هذا النادي بتقل ارقام العضويات فيها، لان بالتاكيد بمرور الزمن بالتاكيد بيبقى فيه طبعا حالات وفاه للعديد من الاشخاص والناس اللي بدات ودخلت النادي الاهلي منذ عام 1900 وصفحه وخلال كل السنوات الاخيره. فبالتالي اول 30 لجنه بتبقى لاعداد قليله، لكن لو عايز تذاكر وتشوف وتقرا بص للصوره دي، مين اللي بيطلع الفرز وبيتابع؟ الاثنين من الجهه الاداريه ومعاهم موظف من النادي، بس اللي بيطلع وبيقرا وبيعد هو موظف الجهه الاداريه. وده اللي احنا عايزين ناكد عليه، النادي الاهلي لما طلب من اللجان والجهات المسؤوله متابعه اعمال الجمعيه العموميه في النادي الاهلي كان حريص جدا ان يكون في جهات قضائيه وساده مستشارين. احنا بنتكلم عن رئيس اللجنه القضائيه، رئيس بمحكمه استئناف القاهره. يا جماعه لما تكون الامور متعلقه بالقضاء في مصر ما ينفعش اي وسيله اعلاميه تكون مسؤوله وفاهمه هي بتتكلم في ايه تشكك او تتكلم في الامور ديت، ما ينفعش، لازم الناس يكون عندها مسؤوليه. يا جماعه احنا في بلد كبيره، لازم الناس وهي بتعرض حاجه وبتتكلم عن حاجه تعي قيمه هذه البلد وتعرف قيمه هذا الموضوعات اللي يعني الموضوعات اللي بتتعرض دي. لازم الناس يعني انت بتخاطب الشعب المصري، فما ينفعش الامور دي تعدي كده. لما اللجنه القضائيه بعد ساعات تطلع بيان بالشكل ده وقدامنا صوت وصوره، الناس شايفه عدد اللي عايز اقول ايه الكروت اللي بيتم فرزها من كل لجنه. انت بتتكلم في جمعيه عموميه من 9 ل 7
136 لجنه في الاخر طلعت محصله 16000. امال لو كنا بقى حضر بالفعل 30 و40 كان ايه اللي حصل؟ وعايز اقول لك حاجه يا محمد، زي ما قال الاستاذ طارق قنديل ان التخوف بعض اعضاء جمعيه العمال النادي الاهلي من اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت، وان السردك يبقى ضيق والخيمه والمداخل والمخارج ربما يعني ادى لتحفظ البعض، وطبعا والحر وبعض الاجواء، وبرضه البعض اللي شاف الطوابير والزحام والناس دي ربما برضه قال لك خلاص احنا عملنا اللي احنا عايزينه، حققنا الرقم وحققنا السكور وده اللي تم، وانا بعيد لك تاني، مش عايزين ندي الموضوع ده اكبر من حجمه، لان هو ده الرد يعني 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 الناس ردت اللجنه القضائيه المشرفه، وزي ما انت بتقول تعظيم سلام للقضاء المصري، ولكن يعني علشان يبقى احنا قلنا رد الناس، لكنه الموضوع لا يحتاج الى تعليق. لكن عايز اخدك في حته تانية يا محمد قبل ما نكمل في القصه دي، لكن دايما متواكبين مع الاحداث والاخبار، وهنا هننقل خبر سريع عن اللجنه الاولمبيه المصريه وفحواء اللجنه الاولمبيه المصريه تجمد مرتضى منصور وتطرح رؤيته وآلياتها. في بيان من اللجنه الاولمبيه يعني اوراقه بتتجاوز ال 13 ورقه، بدايته بتقول اصدرت اللجنه الاولمبيه بيان اسفر عنه تشاور السيد الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركه الاولمبيه الدوليه ورئيس اللجنه الثلاثيه مع وفد اللجنه الاولمبيه المصريه. وعايز اقول لكم على حاجه من الكواليس، من اسبوعين كانت في جلسه بين وزير الشباب والرياضه المصري والدكتور حسن مصطفى في سويسرا. هذه الجلسه وضعت فيها بعض النقاط الهامه وفقا لبعض الامور اللي كانت هتصيب الرياضه المصريه، ونتج هذا البيان. وايضا بعد عرضه على السيد وزير الرياضه من لجنه مشتركه من اللجنه الاولمبيه والوزاره ومن يرى الوزير ضمه ضمن اللجنه برئاسه السيد رئيس اللجنه الاولمبيه، وتضمن البيان الاجراءات العاجله التي قررتها الاولمبيه ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك ازاء حاله التمادي في اختراق القانون والعصف بالاخلاقيات والمبادئ الاولمبيه، وعليه تقرر نقل جميع المنافسات الرياضيه خارج الملاعب الكائنه بنادي الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور كافه المنافسات الرياضيه في كافه الالعاب الاولمبيه وغير الاولمبيه التي يشارك فيها او يكون طرفها نادي الزمالك، وفي حال مخالفه هذا المنع بحضور اي من تلك المنافسات فتحسب النتيجه بالخساره لنادي الزمالك حسب لوائح اتحادات الاهليه، كما سيمنع من حضور اي اجتماعات، ويتم منع مرتضى منصور من حضور كافه الاجتماعات على كافه المستويات الرياضيه، وسيمتنع عن استلام اي مكاتبات من نادي الزمالك تكون موقعه عليها من مرتضى منصور، ولن تكون منتجه لسمه او اثر او نتيجه، وذلك يطبق من يوم 29/9/2018. واللجنه بتسرد بيان كامل كبير جدا، هاخد منه مقتطفات سريعا لانه يزيد يعني 13 ورقه، لانه مكتوب كده استغل الحصانه البرلمانيه من غيره او في غير موضعها للسيد رئيس نادي الزمالك ولغير الغرض الذي شرعت له، ولم يكن الهدف من هذه الحصانه ان تستحل درعا واقيا لحاملها يتيح له السب والقصف والتشهير بحق قامات رياضيه لا تجد لنفسها طريقا تسلكه لاخذ ما هو حق اصيل لها من مساواه امام القضاء العادل. هاخد لكم برضو مقتطفات. واللجنه الاولمبيه المصريه ترحب ومن قبل تحفز كافه الجهات الوطنيه وصاحبه الاختصاص للنهوض بدورها في اقرار العداله وصيانه سياده القانون، موقنين بان التاريخ لن يرحم احد، لن يرحم احد يوفر غطاء لمن يهدم اركان الاخلاق ويعبث
في الأرض فسادا وسبا وشتما وتعريضا بالرموز في شتى المجالات. واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المصرية تقوم بدورها ابتداء في اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية في الفترة الجاية والرادعة لممارسة المدعو مرتضى منصور الغير أخلاقية. وده كله من بيان اللجنة الكبير جدا اللي طبعا في النهاية زي البداية اللي بيقول حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد وكذا ستنقل جميع المنافسات الرياضية. وده الصفحة الأخيرة في البيان الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما سيمنع من حضور أي من اجتماعات الاتحادات الرياضية وكذلك المباريات، وكذلك لن تعتمد أي ورقة أو خطاب من نادي الزمالك موقع عليها المدعو مرتضى منصور ابتداء من يطبق من يوم 29 وابتداء من يوم السبت 30/9. واللجنة الأولمبية والمنتمين لها من كافة الرياضات المختلفة هم أبطالا مثلوا مصر ورفعوا اسمها. ده البيان وممضي عليه من المهندس هشام حطب من كل أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، وهذا لحين مسول رئيس نادي الزمالك وفقا للخبر اللي موجود من اللجنة الأولمبية وهذا البيان، لحين مسول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للتحقيقات مع اللجنة الأولمبية، وبعد التحقيقات هيكون القرار من اللجنة فيما تراه من حيث اختصاصها بالقانون وإدارة الرياضة المصرية. وأيضا بمثل ذكر هذا البيان قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بإيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور سنة، تجميد الرئيس الزمالك سنة وتغريمه $40,000، وذلك لما صدر منه من بعض الفيديوهات المسيئة تجاه الاتحاد الأفريقي. وأعلن الاتحاد الأفريقي أن الإيقاف والتجميد ليس شكليا فقط، ولكن هذا الإيقاف إداريا، بمعنى أن رئيس نادي الزمالك خلال هذا القرار وهو قرار التجميد سنة لن يكون له كلمة في الإدارة الرياضية كما ذكرت اللجنة الأولمبية. بالمثل يعني أن هيكون أي قرار هيكون لنائبي نادي الزمالك المستشار أحمد جلال إبراهيم والأستاذ هاني العتال، هم المسؤولين وهم اللي هيديروا في الفترة الجاية ده وفقا للاتحاد الأفريقي. ده قرار الاتحاد الأفريقي وده بيان اللجنة الأولمبية خبريا كده دون التعليق على هذه القرارات، فقط ننقل هذا الخبر لمتابعينا في قرار النادي الأهلي. نعود مرة أخرى للتعليق على بيان اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، ومعانا على الهاتف المستشار أسامة أنديل. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء النور يا أستاذ إيهاب، زي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك، واحد من اللجنة اللي وضعت وأقامت وتشاورت من اللجنة العظيمة، وطبعا دستور وقانون النادي الأهلي في يوم ملحمي بالأمس، أكيد عايزين نسمع رأي حضرتك وكمان تعقيبك على بيان اللجنة القضائية. أولا ما حدش وضع دستور الأهلي ولا لائحة الأهلي، وضع دستور الأهلي الجمعية الأولى. تمام. يعني. تمام. يعني وده أجمل ما في الموضوع. احنا بنقول المشروع يعني لجنة المشروع في البداية قبل طبعا تعديل الأعضاء. احنا خلاص يعني احنا صغناه بس، لكن وضعه زي ما حضرتك عارف من خلال اقتراحاته خلال أفكارهم جماعة عمومية محترمة. وشفت اليوم الجميل امبارح يعني كان حاجة تسرح بصراحة. طبعا. حرارة الجو رغم الرطوبة، انما هم جايين الحقيقه عشان ينتخبوا مرشح واحد امبارح كان هو النادي الاهلي بس. اكيد انتخبوا مرشح واحد وكلهم بقى جايين، مفيش انتخابات ولا في دعم ومسانده وحق النادي الاهلي عليهم، وكان يوم اللي هو النادي الاهلي طبعا كان يوم كبير جدا. ولكن 28/9/2018 لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي بيد اعضائه اللي جم واكدوا على قراراتهم. المستشار اسامه عنديل شايف الكلام ده ازاي؟ طبعا كان ايام مشهوده يعني كما يقولون، يعني زي ما حضرتك وسمعت الكابتن خطيب بيقول دي ثاني لائحه يضعها اعضاء الجمعيه العموميه بالظبط 29 سنه. فطبعا هذا الجيل اللي حضرتك منه وانا منه والاعضاء الجمعيه العظام منه لهم الحق يعني يفتخرون بذلك.
ان انت النهارده انت اللي بتحط بعد 9 سنين بتحط لحيتك، يعني بتحط موادك بتحط دستورك بتحط المواد اللي انت هتحكم بيها. طيب يعني حاجه ما ازاي ما تفرحش؟ لازم تفرح طبعا. شفت الحضور؟ يعني حضور ما شاء الله، يعني طبعا فعلا يتباهى دي. يعني انا كنت بفتخر امبارح بالواحد الاهلاوي. يعني سيادة المستشار، البعض شكك ان في هذا الوقت تقدر يجوا 12500 وكمان يكونوا موافقين، وقال لك ان مجلس ادارة النادي الاهلي واعضاء الجمعية العمومية بيضيعوا وقت وان الموضوع ده مش محسوب وان الناس مستعجلة، ولكن دايما رهان مجلس ادارة النادي على عائلة النادي الاهلي كسبان كسبان. بص يا استاذ ايهاب، انا بعيدا عن التشكيك، مفيش تشكيك، في تشكيك طبعا، عارف الاجواء دي يعني بنحب ندخل فيها ومش بتاعتنا، لكن تمام. اللي احنا متاكدين منه ان احنا عندنا جمعيه عموميه محترمه، وعندنا مجلس اداره كان عنده اراده قويه ان تحكم الجمعيه بنصوصها بالمواد اللي هم يحطيها اللي يحطها الجمعيه العموميه، فهو ده يتمنى ويقدمها وده اللي حصل. بس طبعا جهد كبير جدا، ولكن اكيد عايز اسجل لحضرتك قبل ما اشكرك كلمه كده للتاريخ عن هذا اليوم، ونحط عنوان كده لقانون ودستور الاهلي وهذه الملحمه اللي تمت بدون غلطه واحده بتضافر كل جهود العاملين والاداره والاعضاء وكذلك الجماهير اللي التفوا حوالين شاشه وتلفزيون النادي الاهلي يتابعوا الموقف. اثبتتم وده الكلام ده للجمعيه العموميه المحترمه، اثبتتم انكم حماه ناديكم، اثبتتم انكم حضرتم لحمايه استثماراتكم المستقبليه، اثبتتم انكم حضرتم لوضع ناديكم ولائحته في مصاف التشريعات العالميه الرياضيه، كنتم في الموعد، ومن يراهن عليكم دائما هو الرابح، والحمد لله كان يوما مشهودا انتخبت فيه النادي الاهلي. أشكرك سيادة المستشار أسامة أنديل، وشكرا لكل من ساهم وكل من أعطى وقته لهذا الكيان الذي يستحق من أعضائه ومن مسؤوليه هذا التواجد في هذه الملحمة اللي هيذكرها دايما التاريخ. ودايما اكتب يا تاريخ. روح سريعا لزميلي محمد سعيد. زميلي إيهاب، بالتأكيد حلقة ساخنة فيها العديد بالموضوعات، لكن كل ده لسه ما دخلناش كمان في تفاصيل حلقة النهاردة. ليلة استثنائية، ونالكم برنامج الأهلي الليلة في موضوعات كثيرة، وبالتأكيد عندنا أخبار عديدة، لكن مهم جدا نبدأ الفقرة الحوارية الأولى بالتأكيد مع الكابتن محمد حشيش أحد نجوم الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي السابق، وبالتأكيد حديث بقى عن مباراة وفاق سطيف، وهو أيضا أحد أعضاء الجمعية العمومية اللي حضر بالأمس وشارك في كتابة وصناعة دستور النادي الأهلي. ثم الفقرة الأخيرة مع الكابتن خالد العوضي، وعنده بالتأكيد النهاردة فقرة مهمة جدا مع نجوم وفريق كرة الماء بالنادي الأهلي، والحديث أيضا مهم جدا في الألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي. لكن نخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى لزميل إيهاب الخطيب مع الكابتن محمد حشيش. اهلا بكم من جديد، اجدد التحيه لكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. بعد بدايه مهمه وبعد يمكن ساعه من الحديث عن دستور وقانون ولائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي في يوم تاريخي ويوم تضافرت فيه كل الجهود، كله بيحب الاهلي، والعلاقه اللي بقول لكم مش عارفين نوصفها مهما نتكلم فيها ومهما تخلص كل كلامك وتكتب بالورقه والقلم وتجهز اول ما الكاميرا تدي اللايف بتاعتها لنفسك بتتكلم هتعيد الكلام هتقول، لكن في الاخر هتقول دي العلاقه الغريبه اللي محدش عارف يفسرها، والعلاقه ايضا الطبيعيه اللي محدش عارف يفسرها بين الاهلي واعضائه وجماهيره منظومه واحده. خلوني أبدأ معاكم أولى فقراتنا الحوارية النهاردة مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار، واحد من نجوم المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي ونجم التحليل في قناة الأهلي، كابتن محمد حشيش، مشرفنا ومنورنا. ازيك يا إيهاب؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. رغم بعض الظروف اللي عندك الصحية اللي أنا أعلمها ما يعلمهاش المشاهدين، حريص إنك تكون موجود في يوم تاريخي علشان تشارك وتقر لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على مدار ساعات في احتفالية من أعضاء النادي الأهلي بناديهم الكبير.
بتعمل الكلام ده وانت فرحان ومبسوط. بقى لي فتره كبيره طبعا عضو من اعضاء النادي الاهلي، مش عايز اقول لك يعني كام سنه بقى لي عضو في النادي الاهلي، يقرب من 50 سنه في النادي الاهلي. متربي في النادي الاهلي، لعبت في النادي الاهلي، بعشق النادي الاهلي. يوم تاريخي زي ده ما ينفعش ما يكونش موجود، استحاله. حتى لو انت عندك امراض الدنيا وتعب الدنيا لازم تروح، بتلاقي نفسك لبست ونزلت جري عشان تبقى موجود جوه النادي الاهلي في الفتره دي وفي اليوم ده بالتحديد مع اصحابك وحبايبك وزمايلك في النادي اعضاء وزمايلك في الكوره، ومع طبعا يعني الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، يعني كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي واسطوره الكوره ومعشوق الجماهير. تخيل انت الناس بتعشق كابتن الخطيب وهم من بعيد لبعيد، فما بالك بقى اللي لازمه ولعب معاه وكان معاه اطفال جايه تتصور. مش معقوله مش معقوله، في ناس كبيره ما شافتش الكابتن معتزل 88، في ناس ما شافتش الكابتن. ببقى مشفق عليه ما تلاقي بنات صغيره واولاد صغيره جايين يتصوروا معاه، يعني رغم ظروفه برضه اللي احنا علامه طبعا ما بيقولش لحد لا، وكان بيخرج يعني يرتاح بس سنه كده في المبنى الاجتماعي ويرجع تاني يعني عشان يبقى برضه موجود مع الناس. اللي انا عايز اقوله ان احتفاليه كانت كبيره قوي، ملحمه حب وعشق. التبلوهات الجميله طبعا اللي عملها اعضاء الجمعيه العموميه طبعا، في صور تذكاريه توثيق لهذا اليوم الرائع قدامنا على الشاشه. طبعا طبعا الاجيال والاجيال اللي جايه هيشوفوا اليوم ده، اليوم التاريخي بتاع النادي الاهلي. لاول مره الجمعيه العموميه هي اللي بتحط دستور النادي الاهلي ولائحه النادي الاهلي الجديده بتشارك فيه. عايز اقول بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ان هم وعدوا واوفوا جهد كبير جدا خلال الشهور اللي فاتت عشان يدرسوا اللائحه والدستور الجديد. استعانوا بكبار الرجال المتخصصين في طبعا وضع الدساتير واللوائح سواء اعضاء النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي وشخصيات عامه كمان. وانا بكلم المستشار اسامه قنديل قال لي احنا يعني صغنا اللائحه، لكن من وضع هذه اللائحه وعدل واتكلم وقال هم اعضاء الجمعيه العموميه. ما اكتفوش بالدراسه دي، انما كمان شاركوا يعني الاعضاء في الثلاث فروع خدوا المقترحات بتاعتهم، وانا على علم كامل ان في مقترحات اتخذ بيها وتعامل بيها في اللائحه الا ان وصلت لهذا لما يعني يكون عندنا 3500 مقترح بالظبط كده يتذكروا ويتكلموا. وبعدين طبعا في 30 و40 مقترح على 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 مكان واحد طبعا، 100 مقترح في مكان 1000 مقترح، يعني غطوا تقريبا كل البنود اللي كانت موجوده. اكثر من 50 60 بند تم تعديلهم بالظبط كده، في بنود اتحذفت في بنود حدثت. دي كمان ثقة من الجمعية العمومية في مجلس الإدارة إنهم عارفين إن الكلام بتاعهم ده مش هيتاخد بس كده لمجرد إن اتاخد، إنها لازم هيتناقش وتعمل بيه، وده اللي اتعمل بيه فعلا. ما تشوف يا إيهاب كمان أنا بحيي كمان امبارح العميد مرجان طبعا، التنظيم الهايل اللي كان موجود. أنا طبعا جيت الصبح بدري ركنت عربيتي في جراج التحرير. أنا هكلمك في هبل عن الكابتن محمد حشيش تمام، وهتكلم عن محمد حشيش عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي تمام، يومه بداوا ازاي عشان يشارك في كتابه الدستور. طبعا انا كنت قلقان من اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت والزحمه وكانت طوابير وكانت مكان ضيق، وبعدين عشان تركن العربيه ده في ناس جت لفت حوالين النادي مش عارفه تركن روحت الانتخابات اللي فاتت بالظبط. فقلت لما سمعت الكلام في القناه الاهلي من العميد مرجان لعبت دور مهم لتوضيح طبعًا الرؤية طبعا، كان لها دور كبير قوي قوي في توعية الناس ان هتروحوا على الجراج بتاع التحرير وهتلاقوا عربياتهم. بيني وبينك كان رايح برضو يعني قلت ربنا سهل، لو ما كانش كده هكمل بقى على النادي واحاول اركن في اي حته. رحت جراج التحرير لقيت الناس اللي على الجراج نفسهم مقابليني، مندوب من عند النادي الاهلي، حضرتك عضو في النادي، طب الكارنيه، دخلنا دخلت ركنت، طلعت لقيت اكتر من اتوبيس واقف خدونا لغايه النادي، نتكلم طبعا نتعرف على الاعضاء احنا مع بعض. جو جميل. اول ما ركبت الاتوبيس يا هاب والله حسيت بالفخر يعني فعلا ده الكلام صح والتنظيم هايل. الناس بتقابلني النادي كارنيه النادي الاهلي كارنيه النادي الاهلي. الناس اول ما شافته في الجراج والاتوبيسات عليها بادج النادي الاهلي مستنيه، ما عندكش فكره لا ده النادي الاهلي قيمه كبيره قوي
والناس اللي مسؤولين عن النادي الاهلي في الفتره الحاليه فعلا الكلام بيطلع مظبوط، مش مجرد كلام في القناه او كلام، لا فعلا. خدنا الاتوبيسات رحت على النادي، دخلت بالظبط من البوابه اللي على النيل لغايه جوه، دخلت لقيت واحد بيقول لي اللجنه بتاعت حضرتك كذا كذا، دخلت الموضوع ده ما استغرقش 3 4 دقايق، تخيل انت دقايق. لان كمان يعني ما شاء الله، حتى بشكر الامن اللي الامن اللي ماسكين المرور حوالين النادي، مفضيين الحته اللي حوالين النادي الاهلي عشان انسيابيه برضه، الشباب برضه كلها اللي حوالين النادي مفتوحه مجانا، مش معقول رجال المرور والامن واقفين عشان يسهلوا الحركه المروريه عشان برضه الدنيا ما توقفش. حلو، لان انت عارف ان احنا برضه عندنا اعمال السور والحاجات دي عند النادي الاهلي، فكل ده ما خدش مني 3 4 دقايق. طبعا انا قعدت واقف مستني مش قادر اتحرك. يعني انا فرحان بالناس اللي جايه، خلصت 3 دقايق بقى وقعدت وقعدت كمان استنى بقى الاعضاء داخله. طبعا الناس يعني مش شفتهاش من فترات كبيره جدا، ناس كبيره في السن جايه، ناس على كراسي متحركه، يعني الناس كلها العيله جايه كامله بالولاد الصغيرين بيتصوروا معانا، وطبعا قبلنا الكابتن الخطيب، داخلين بحب، جايين عايزين يشاركوا، جايين عشان يطلعوا اليوم ده يوم جميل ويوم حلو للنادي الاهلي. الكلام ده كله بيدي دروس، دروس يعني. انا كمان كان هممني النجاح الكبير قوي بتاع اليوم بتاع امبارح ده في ظل الجو اللي حوالين النادي الاهلي وحوالين مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، ما بين بقى مغردين وما بين معارضين وما بين اعداء نجاح وما بين بقى زي ما انت عايز تقول. سيبهم دول وسيب الصوت العالي على الجنب، خش في فرع رابع وبتمضي التعاقد معاه، خش في تحدي كبير للمجلس والجمعيه العموميه بتعديه، خش في اللي جاي احلى. انا عايز اقول لك الناس تروح مدينه نصر، حتى الفرع بتاع مدينه نصر، تشوف السور بتاع النادي الاهلي اللي تقريبا شبه اكتمل في مدينه نصر. ايه الجمال والروعه دي وانت ماشي من حوالين النادي الاهلي، السور الجميل وشعار النادي الاهلي وحاجه قيمه كبيره، بتحس ان حاجه جامده. وبالتالي برضه هيبقى في الجزيره وفي كل الفروع وفي زايد، البوابه هتتعمل يعني. انا طبعا ليه بقول الكلام ده؟ لان انا حاسس بالنقله الكبيره. انا حضرت النادي الاهلي من يعني من السبعينات، النادي الاهلي كان ايه ودلوقتي بقى ايه، كان كام عضو ودلوقتي فوق ال 140 ألف عضو، حاجة كبيرة يعني، دولة كبيرة، دولة النادي الأهلي جوه يعني اسمه وقيمة كبيرة أكيد طبعا. لكن وأنت واقف وشايف الأعضاء وشايف الناس كلها بتنزل علشان تكتب بنفسها تاريخها ودستورها، كان لا يليق للنادي الأهلي، مع احترامي للائحة الاسترشادية لها ما لها وعليها ما عليها، ليس الحديث عن اللائحة الاسترشادية طبعًا. ولكن مش الاهلي اللي طبق عليه لائحته الاسترشاديه، ما ينفعش النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيجر وراه معظم الانديه ان يبقى شغال على لائحه استرشاديه. لا، اللائحه دي احنا عندنا رجال قانون ودساتير ومجلس اداره كلهم، يعني كل واحد فيهم يوزن بلد، جمعيه عموميه بالكم ده كله، ما تقدرش تحط لائحه النادي الاهلي. اللي تقدر فعلا تحافظ على استثمارات النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ومن قبلها حقوق الاعضاء بتاعته. يعني 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 حاجه مبهجه وحاجه تفرح اي حد. لو تشوف الفرحه في عيون الناس من الزحمه اللي كانت موجوده، وسبحان الله امبارح كان حر قوي ومع ذلك الناس واقفه ومصره. يعني انا جيت على الساعه 5 مش قادر، ايهاب 6 مش قادر، بس نفسي ابقى موجود وهم بيعلنوا نتيجة عشان الفرحة الكبيرة بقى، هم بيعلنوا النتيجة وكابتن الخطيب بقى طبعا بيقول يعني الـ الكلمة بتاعته اللي ألقاها. يعني طبعا كلمة مميزة جدا، قال جيتوا دعمتوا وحميتوا النادي الأهلي، والكلام ده له معنى كبير. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا شايف إن اللي ما حضرش امبارح هيندم إنه ما حضرش، إنه ما شاركش في حدث كبير زي ده ولايحة ودستور النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، لأن في ايام في تاريخ النادي الاهلي كده لازم الانسان او المحب للنادي الاهلي يشارك فيها. انا جالي من يعني من 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 اصحابي اللي هم خارج مصر، والله في ناس كانت عايزه تيجي، يعني في الحاج عبد الوهاب توفيق من السعوديه كان موجود صحيح، ناس جات وناس كتيره ده ناس جايه من هولندا وجايه من السعوديه وجايه من امريكا، ناس كتير جدا جايه لليوم ده، الاهلاوي اهلاوي في كل مكان وجاي على الموعد لما يطلب النادي الاهلي اعضائه
حق النادي الاهلي عليهم. نشوف المشهد اللي شفناه امبارح، مشهد طبعا رائع. طبعا ده كان الختام بقى والاعلان والتاكيد على حضور طبعا 16,000 من اعضاء الجمعيه العموميه، وده بعد اعلان النتيجه في مشهد يعني التاريخ هيذكره بكل فخر، هيذكره بحضور 16,138، بلغ عدد الاصوات الصحيحه 15,999، اصوات الباطله 139، اللي صوتوا على اللائحه وقبولها 13,921، و 2,078 صوت دول رفضوا اللائحه، وحقهم ولهم كل الاحترام، وهذه هي ديمقراطيه النادي الاهلي. يكفي ان اقول لك الكلمه اللي قالها كابتن خطيب اللي بيشكر فيها اللي ما حضرش قبل اللي حضر، وبعدين بيذكر كمان الناس اللي حضرت اللي حصل له حادثه ورجله اتصابت، حصل له حادثه وراح اتعالج ورجع، ده ايه ده طيب؟ يعني ده ايه؟ ده في عشق للنادي الاهلي. ايه العلاقه دي يا كابتن؟ وانا ببدا حلقتي وبقول في حاله من الحب الطبيعي والغير طبيعي، في حاله من العشق، في حاله من التفاهم من غير ما حد يطلب من بعض، سواء كان المجلس او اعضاء ادارته او الجماهير، الكل ملتف. يعني المجلس بدأ في تشريع في هذا التوقيت علشان يتوافق مع برنامجه الانتخابي اللي أعلن عنه، قال قبل سنة وقبل حضور أول جمعية عمومية للنادي رسمية نكون عاملين قانوننا ولائحتنا. ده النادي الأهلي نفذه، أعضاء وسط مجلس الإدارة والأعضاء بيلبوا، جماهير النادي الأهلي اللي التفت الملايين حوالين شاشة النادي الأهلي بتتابع وبتسأل هتعملوا إيه ويلا وربنا يحييكم، وكأن مباراة كرة قدم بتتلعب بس على مدار ساعات، والجمهور كله بيشجع الى ان حقق النادي الاهلي الهدف والفوز في معركه اللائحه. ما ينفعش يبقى في حاجه تخص النادي الاهلي حدث والناس مش ما تقعدش تتفرج، حتى اللي ما حضرش في النادي ما يبقاش قاعد قدام الشاشه يتفرج. الناس قاعده قدام الشاشات اللي ما قدرتش تيجي، قاعده من الصبح من اول تغطيه القناه من الصبح لغايه الساعه يمكن 9 لغايه ما اعلنوا النتيجه، قاعدين مش قادرين يتحركوا، عايزين يطمنوا على مستقبل النادي الاهلي، عايزين يدعموا، عايزين بكل حب. اللي عاش في النادي الاهلي اهب ودخل النادي الاهلي وشاف مبادئ النادي الاهلي، بيتعلم النادي الاهلي، بيعلم الاجيال جيل ورا جيل، بيتعلم واضح الشباب مع الصغارين مع الكبار. لكن كان تحدي كبير، وليلتها كان في تحدي اخر من نوع اخر، وكان تحدي لفريق كرة القدم وتحديدا أمام النجم اللبناني بعد تعادل هذا الفريق المحترم طبعا. فريق النجم اللبناني واحد من الفرق المحترمة، تعادل هنا ضغوط كبيرة على الفريق، وشفنا ليلة المباراة بعض الجماهير تحت فندق النادي الأهلي وضغوط كبيرة جدا، لكن دايما لما كده تستدعي حماس، بلاش تستفز طبعا. تستدعي حماس الأهلي أو جماهيره أو أعضائه، يظهر هذا المشهد. شفت إزاي مباراة الأهلي والنجم اللبناني من قبلها؟ طبعا المباراة الرائعة بتاعة الحرية كوناكري الغيني، مباراة ولا أروع من جميع أفراد اللعيبة ومن الجهاز الفني ومن الجمهور. تخش بعديها بكام يوم على طول سلسلة المباريات المتعاقبة لبطولة تانية خالص فصل فيها النادي الأهلي عن إفريقيا، وابتدى بطولة تانية خالص كعادة النادي الأهلي وجهازه، يروح النادي الأهلي لبنان ويعمل مباراة تاريخية، بيكسب بعدد أهداف كبير، بيقدم رباعيات خلاص رباعيات يدخل في سلسلة الرباعيات، الإحصائيات بتاع الرباعيات، جمهور كبير كمان، جمهور النادي الأهلي. أنت شفت الجمهور إزاي في لبنان؟ كل مكان وراك في يعني عايز أقول لك جمهور النادي الأهلي في لبنان أكتر من جمهور النجمة، يعني هو الشاشة كانت موضحة، ده كان باين مدرج النادي الأهلي، كانت موضحة الكلام ده برغم النجمة من الأندية اللي هناك طبعا طبعًا. الشعبية الكبيرة في لبنان، إنما جمهور النادي الأهلي كأنك بتلعب في القاهرة. تصريحات لعيبة النجم وهم بيتكلموا يقول لك الأهلي فريق ما تتوقعلوش، والأهلي وإحنا بنلعب هنا وعاملين كل حاجة لكن ما قدرناش نجري، والأهلي ضيع أهداف أكتر من اللي أحرزها. بص يا هاب، اللي عايز يعرف قيمة النادي الأهلي يشوف تعليق كابتن الفرقة بتاع النجمة بعد المباراة، مدى يعني اعتزازه بالنادي الاهلي راجل مغلوب وطالع بسكور قد كده، وطالع يقول يعني ده وضع طبيعي، ده النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، والنادي مدرسه، والنادي احنا بنتعلم منه، وده كويس قوي ان احنا
قابلناه وتعلمنا منه بالزبط. وده نادي كل لعيب فيه عنده حلول وعنده يعني بيمجد في النادي وبيمجد في اللعيبه، ولعيب كابتن فرقه طبعا خارج لسه طازه يعني ما وعامل ماتش حلو هنا خسران بقد كده وكان عنده امل وعنده حماس وزود الحافز ان انت بتتعادل مع النادي الاهلي هنا يبقى عندك في البلد ممكن تعمل حاجه بالزبط. انما برغم الاحداث دي كلها خارج يشكر في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي فرد فرد يعني دي حاجه كبيره ما بتحصلش يعني ما بتحصلش ابدا ان لعيب من نادي منافس لسه مغلوب وخارج من الملعب بيتكلم على النادي الاهلي بكل الحب والقيمه دي الكبيره. هو ده النادي الاهلي. خلص المباراه النجم طبعا بنستعد لمباراه لا تقل اهميه عن مباراه النجمه بطوله افريقيا وفاق سطيف الدور قبل النهائي لافريقيا. فرقه كبيره جدا لها شعبيه جدا كبيره جدا في بلدها، عندهم حافز وعندهم طموح للوصول طبعا للنهائي. في دايما الدربيات بتاعت افريقيا ما بين مصر والجزائر وتونس والمغرب تبقى مباراه قويه جدا، فرقه لها تاريخ وانت ما بتخافش الا الفرقه لها تاريخ. هنتكلم على الجزئيه دي لكن تمام. عايزين نطمئن على تدريب النادي الاهلي وعلى الفريق وتدريب اليوم اللي انتهت من ساعات قليله. معنا مراسل قناه الاهلي اللي كان موجود في التدريب فايز مجدي. مساء الخير يا فايز. مساء النور زميل عزيز ايهاب الخطيب، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن محمد حشيش. بتشرف بيك وبتشرف طبعا بالكابتن محمد حشيش وبكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اكيد يا فايز النهارده تابعت المران، لخص لنا كده مدار في مران اليوم. مران اليوم ابتدى بجري حوالين الملعب وبعد كده استرتشات واطالات مع الكابتن حسين عبد الدايم، بعد كده بساط خفيفه وسط الملعب، بعد كده عملوا تمرينه ترفيهيه بالكوره، بعد كده تم تقسيمه خفيفه في وسط الملعب، والتمرين النهارده كانت خفيفه يعني ما كانتش تمرينه ثقيله، اعتمدت على الاسترتشات والاطالات تمام. بعد كده الكابتن باتريس كارتيرون خلى الكوادر الاساسيه بتاع مباراه النجم اللبناني تريح، خلاهم يخشوا يغيروا ويروحوا، امثال وليد سليمان، ازارو، اسلام محارب، كولوبالي، واكتمل المران مع باقي الفريق امثال كريم نيدفيد، اكرم توفيق، احمد حمدي، محمد شريف. وكانت طبعا هناك ملاحظات دائمه خلال المران من قبل الكابتن محمد يوسف وسامي امصان اللعيبه. اكيد هل ظهر بعض اللعيبه المصابين امثال سعد سمير ومروان محسن وميد وجابر، وهل بانت رؤيه بالمشاركه في طبعا هم كلهم كانوا موجودين، واكد الدكتور خالد محمود ان شاء الله سعد سمير هيكون جاهز في المباراه هو ومروان محسن، واكد ان ميدو كابر ان شاء الله يعني غالبا بنسبه كبيره ان هو مش هيلحق المباراه، يعني هو اكد عليا ان هو مش هيلحق المباراه، وبرضه هيتاكد في ان شاء الله في مباراه في التمرين الغدا الساعه 5 ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك زميلي فايز مجدي طبعا مفد قناه النادي الاهلي ومراسل القناه، واللي حضر التدريب واللي قال لنا صوره كابتن عن المران طبعا تمرينه بعد العوده من السفر، وتمرينه اكيد طبعا كان محتاج يريح فيها بعض اللاعبين خاصه بذكر بقى وليد سليمان والمجهود الكبير. في لعيبه في النادي الاهلي كلهم بيأدوا بشكل كبير جدا. اقول لك على حاجه يا هاب، اقول لك على حاجه، اتفضل. لاول مره في حياتي ما بقاش قلقان من الاصابات او من الغيابات. الراجل اللي موجود ده كارتيرون قدر يوصل للحاجه اللي مدربين تانيين ما قدروش يعملوها، وهي الروتيشن بجرأه غير عاديه. روتيشن بجرأه غير عاديه. راجل بيغير كل ماتش تفرقش معاه، بيجرب الناس مع المجهود الكبير، الماتشات قريبه جدا جدا من بعض، ومع ذلك يعني شفت له حديث قبل ماتش غينيا بيسالوه الغيابات وقال لهم انا الغيابات ما فيش مشكله بالنسبه لي، انا عندي ولاد كلهم كويسين وهجرب ناس عشان تاخد فرصتها وتلعب. يا بص في ماتش حيوي فين ده انت عندك ماتش يعني مش راح تلعب يا منافسه في الدوري قويه يا افريقيا خلاص على الوشك وان شاء الله خير بالظبط، العربيه بتادي وهنا متعادل يعني مفيش مجال للتجربه اساسا خالص. انت بتتكلم في دور 8 وداخل على دور الاربعه وبتجرب وبتدي فرص واللاعب وتقريبا لاعب الناس كلها اللي موجوده، عشان كده اي عايزين ندي الحق برضو كمان يا كابتن بعد اذنك للجهاز المعاون معاه ده مليون في محمد يوسف وكابتن سامي طبعا والكباتن طبعا، لان ده شغل جماعي باين بقياده كارتيرون، لكن واضح
انهم مقريين الفرقه صح. صح، وفي نفس الوقت برضو احنا يعني بتكلم عليه لان هو صاحب القرار طبعا في الاخر. طبعا واخد بالك طبعا. انما في تدعيم طبعا من كابتن محمد يوسف طبعا ومن جهازه والناس الله يكون في عونها برضو بتوع التاهيل، يعني الناس بتوع التاهيل دول برضو شايفين طبعًا. يعني دورهم السنه دي صعبه قوي، التلاحق المباريات ببعضها والاجهاد الكبير والاصابات والكلام ده، يعني برضه هم شغالين طول. احنا كان ايامنا مثلا ايه تلاقي مثلا في السنه واحد بس هو اللي مصاب والجهاز الطبي مع، انما لا ضغط المباريات والبطولات. احنا زمان كنا بنلعب ايه كل يوم جمعه معروف 3 الا ربع، واخد بالك، اسبوع، وما كانش فيه كم البطولات دي. احنا ما كانش فيها الا بطوله افريقيا كؤوس، ابطال كؤوس وابطال دوري، لا في سوبر ولا في الابطال ولا في بطولات عربيه ولا دوري وكاس وكاس افريقيا. فكان جميل لما حضرتك يعني واحد من نجوم الفريق واللي موجود بتقول ان الدنيا مختلفه، ان الضغوط مختلفة فعلا على اللعيبه مختلفه خالص. احنا زمان لو كان مثلا ظهر لنا مثلا ماتش متاجل كده لاي ظروف سياسيه ولا حاجه لعبناه تقول لك ده انا مجهد، ما تلعب مثلا عشان طبيعه مرحله، عشان طبيعه مرحله. دلوقتي الله يكون في عون اللعيبه والاجهزه والناس اللي بتلعب ماتشات، وماتشات كلها بطولات، يعني انت بتخلص بطولة افريقيا ماتش غينيا بعدها بتفصل تاني خلاص راح تسافر بلد تانية تلعب في بطولة تانية لا تقل أهمية عند جمهور النادي الأهلي. البطولة كلها مهمة بالنسبة له طبعا، ما ينفعش يعدي بطولة كده بالسهل، فده حمل وضغط على اللعيبة كبير جدا يا هاب. ومع ذلك كمان الجهاز الفني له دور كبير قوي ان هو بيقدر يأهل اللعيبة لكل بطولة، كل بطوله لها تاهيل خاص، كل مباراه لها وضع خاص. اما بتلعب غينيا بلد افريقي في بطوله افريقيا في دور الثمانيه غير ما بتروح تلعب النجمه. طب اكيد طبعا يعني المباراه اللي جايه مباراه مهمه جدا مع فريق شقيق وفريق قوي طبعًا واحد طبعًا الفرق المرشحه بقوه للقب وفاق سطيف. طبعا معانا على الهاتف الاستاذ حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف. السلام عليكم يا فندم، تحياتي ايهاب الخطيب، تحياتي الكابتن الكبير محمد حشيش. السلام عليكم، وسعيد بتواجدي معكم مع الاخوه والاشقاء. مباراه اشقاء لفريقين كبار كلاهما مرشح لحصد اللقب، ولكنها المواجهات والتنافس العربي الكبير داخل البطوله الافريقيه، ولكنها مباراه كبيره. كيف يرى رئيس وفاق سطيف هذه المباراه الهامه؟ والله بطبيعه الحال مقابله بين زيد الشقاء، فريق المصري، فريق الاهلي، فريق القرن، فريق عنده القاب وكؤوس ويعني من خير في الفرق على المستوى الافريقي بدليل احتلاله دائما المراتب الاولى. نادي وفاق سطيف لا يقل شان على فريق الاهلي، مقابله صعيبه عن فريقين تتلعب على جزئيه فيها. ان شاء الله احنا الروح الرياضيه ان شاء الله بين الفريقين الانصار ان شاء الله تكون في مستوى تطلعات يعني البلدين والفريقين، وان شاء الله الاحسن هو اللي ياخذ. ان شاء الله ترتيبات هامه جدا واستعدادات لوفاق سطيف، نعرف الاستعدادات حتى مباراه القاهره. والله ما فيها يعني ما فيها تحضيرات خاصه، لانه احنا الدوري الجزائري كل 6 أيام بنلعب مقابلة، لذا ما فيش تحضير خاص. اليوم تلقينا مصر، احنا متواجدين هنا في مصر، يعني الفريق متواجد. ان شاء الله الفريق راح يحضر بصفة عادية، يعني ما عندوش وقت كافي باش يحضر المقابلة هذه، لكن راح تكون تحضيرات خاصة من ناحية، خاصة من ناحية النفسية. ويوم المقابلة إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، الفريق إن شاء الله يكون متواجد في صحة جيدة، ما يكونش إصابات للاعبين على ما نتمنى. أستاذ حسان، يعني كابتن محمد حشيش حابب يسأل حضرتك سؤال، اتفضل كابتن. في جمهور جاي يا كابتن؟ بطبيعة الحال راح يكون إصابة، لكن ما يكونش بالحدة، يعني التسنية والعربانيات ممكن التسنية والعربانيات، لأن الوكالة السياحية هي اللي تقوم بالعملية تاع تحضير يعني وصول الأنصار. احنا ما عندناش فكرة عدد الأنصار، لأن الأنصار تاع وفاق سطيف متواجدين في 48 ولاية من الجزائر، إذا ما نعرفناش نعرف العدد تاع الجماهير، لكن إن شاء الله يكون عدد ما يكونش بالعدد
الكبير اللي ممكن يكون متوقع يكونوا 200 هم طبعا يشرفوا وينوروا موجودين أهلاً بيهم في بلدهم تاني طبعا. واهلا بيهم يشرفوا 300 400 5000 فوق الراس جماهير وشعب الجزائر المحترم اللي دايما بنحب طبعا نبلغ لهم رسائل الود لهذا الشعب المحترم. ان شاء الله منافسه لا تخرج عن كونها منافسه مباراه كره قدم. لكن استاذ حسان حمار رئيس نادي وفاق الصيف، المواجهه مع النادي الاهلي، هل كنت تفضل انك تواجه النادي الاهلي في هذه المرحله ولا كان يبقى نهائي بالمره كده؟ لان طبعا مباراه صعبه على الفريقين. بطبيعه الحال احنا بودنا كنا نتلاقاو مع الاهلي في النهائي باش يكون راس عربي بين زوج اشقاء زوج بلدين اشقاء وفئه العربيه، لكن هذه كره القدم. احنا نشط في الوطنيه والاخوه الاشقاء المصريين. احنا نظن بلي ان كان وجود تعرف المصري مع اتحاد العاصمه وان كان استقبال كبير في مدينه سطيف وفازوا بكره مع الفريق المصري تاهل الاتحاد العاصمه وكانت حريه ليبيا. بس ان شاء الله يكون بين الاهلي وانصار وفاق الصيف ليرحبوا من الان سيرحبوا بالفريق الاهلي العالمي يرحبوا به باش ان شاء الله يكون انصار لاعبين طاقم فني وسيري تاع الفريق الاهلي الكبير. ان شاء الله اهلا وسهلا بهم في الجزيره راح ندير لهم استقبال خاص بهم وندير لهم عشاء بالسيري تاعهم ان شاء الله. ان شاء الله دي العلاقه. استاذ حسان حمار رئيس نادي وفاق الصيف، قبل ما اشكر حضرتك لو حابب تقول اي حاجه او ليك اي مطلب عند اي مسؤول مصري عند النادي الاهلي عند الجماهير، لانكم مشرفين ومنورين ونتمنى طبعا تكون اقامتكم هنا اقامه مريحه جدا. والله ما عندنا حتى طلب، احنا خاوتنا مصري احنا في بلد المسؤول بلي انا هو با. هذه يعني كلام نقول لك يخوض نصر من الفؤاد، يعني ما فيها حتى مسموك. الحمد لله دائما عندنا علاقات جد طيبه مع الفريق مع المصريين ومع الفريق الاهلي. احنا كان عندنا الحظ ان تلاقينا مع الفريق الاهلي في النهائي كاس السوبر الافريقي بمدينه البليده استقبال كبير، وكان من المفروض نديروا توأمه بين الفريق الاهلي ونادي وفاق الصيف. نظن باللي من الوقت ما كانش كافي، لكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باش يكون توأمة بين ناديين كبار هما الاهلي وفاق الصيف ان شاء الله. ان شاء الله تكون توأمة طبعا كبيره مع ناديين كبار، وان شاء الله نتمنى لكم اقامه مميزه وان شاء الله المباراه تخرج بالشكل اللائق بفريقين كبار. بشكر حضرتك على المداخله واقامه سعيده في القاهره ان شاء الله. عايز برضو أكد على كلامه، والحقيقة فعلا يعني العلاقات كانت طيبة بين نادي المصري واتحاد العاصمة سواء في بورسعيد وفي الجزائر طبعا. العلاقات بين مصر والجزائر دلوقتي بقت يعني في أحسن حال يعني، فإن شاء الله برضو تكون من خلال النهائي المبكر اللي هيبقى موجود، لأن أنا بعتبر دايما الأدوار اللي قبل النهائية دي طبعا أصعب من نهائي إيهاب طبعا. النهائي خلاص أنت فرقتين وصلت مش محتاج تحفز اللعيبه بتاعتك، خلاص تلعب على النهائي، خلاص بتلعب على النهائي، فمش محتاج تحفيز مش محتاج. انما العقبه بتبقى قبل النهائي، بتبقى دايما مباريات صعبه. فاعتقد ان النادي الاهلي استعد استعداد كويس زي ما بقول لك، لكل مقام مقال. البطوله العربيه غير كاس طبعاً. افريقيا قبل النهائي حاطين في اعتبارهم فرقه قويه جدا وفرقه محترمه قويه ولها كبيرة. تاريخ كبير طبعاً. المباراة الأولانية كمان عندك في بلدك، لازم إن شاء الله إن شاء الله تطلع بأحسن نتيجة. بيفرق مع الأهلي بره وجوه يعني؟ ما بيفرقش مع النادي الأهلي يعني شفنا النادي الأهلي بيعمل مباريات بره أقوى وفي النهايات أقوى طبعا. مش عايزين نقول عن النهايات اللي بالتحديد مع الأندية التونسية، وبياخد البطولات بره. خد البطوله الافريقيه قبل كده من القطن الكاميروني هناك في الكاميرون. لعيبه النادي الاهلي ما بيفرقش معاها الموضوع ده، الجمهور عايز يرتاح وعايز يشوف برضو النادي الاهلي على ارضه بيكسب وبيكسب كويس، وبرضو تحسبا لاي ظروف. انت بتعرفش برضو الظروف هناك ممكن تكون ايه، يعني ارضيه الملعب الجو فليه ما تبداش المباراه الاولانيه او الشوط الاولاني اللي في القاهره تبداه بقوه وان شاء الله بمكسب كبير، تروح هناك ايضا ان شاء الله تعمل نتيجه كويسه او احسن من اللي هنا.
النادي الاهلي بيقرر تشكيل لجنه برئاسه الوزير العامل فاروق ونائب رئيس النادي لتنظيم مبارياته والاشراف عليها، تبقى لجنه خاصه بقى كده. طبعا ما هو احنا يعني احنا بنجود دلوقتي توقعنا طبعا بعد اللائحه وقانون النادي الاهلي يبدا بقى الامور تتضح ويبدا بقى طبعا. كانت وهذا يمكن خبر لسه حالا بتشتغل على الاساس بقى. انت بالزبط. بتشتغل على الاساس، خلصت من مهمه كبيره وهامه طبعا بعضويه كل من الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، الاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثل الادارات المعنيه. تمام، اشراف كامل بقى على تنظيم المباريات، اداره كامله للمباريات القادمه والتنسيق الكامل مع الجهات الامنيه واتحاد الكره حتى تخرج المباراه بالشكل الذي يليق بامكانيات ومكانه النادي الاهلي. ما تنساش كمان ان الفتره الجايه هتلعب بجمهور ان شاء الله، والاعداد فيه تزايد ان شاء الله لغايه ما يرجع النادي الاهلي يملى المدرجات تاني. الكلام ده عايز اداره. ده الاستاذ محمد مرجان بيقول لك اللجنه دي اجتمعت الخميس الماضي فور التشكيله، اجتمعت واشتغلت في وسط يعني الزحمه، في وسط الزحمه دي الناس بتجتمع وشغاله طبعا. كل حاجه في طريقها كعاده النادي الاهلي زي ما بقول لك، بيفصل بين المواضيع، في ناس بتخلص موضوع معين، ناس تانية ماشيه في نفس الاتجاه. انا بصراحه شايف مجلس الاداره الحالي يعني ما شاء الله كلهم شعله نشاط يعني، وكان عندهم ملفات كتيره جدا عايزين يخلصوها، ومن اهم الملفات بتاعتهم هو الفرع الجديد الرابع طبعاً. اللي في التجمع اللي هيبقى نقله كبيره طبعا لاعضاء النادي الاهلي في وسط كل الكلام ان هم من يومين بيمضوا ارتباطات الفرق وفريق الكوره وبتمضي عقد وعندك لائحه، وانت كمان متابع الحاجه المهمه قوي اللي بتهم بقى قطاع عريض، مش بتهم الجمعيه العموميه بس، ده بتهم جمهور النادي الاهلي الكبير اللي هم حتى مش اعضاء في النادي طبعا، اللي هي بطوله افريقيا وبطوله الدوري. يعني انت بتحارب في كذا اتجاه، كوره بتحارب، فرع جديد بتعمل، دستور النادي الاهلي بتعمل، بنيه شغل نفسك بنفسك بنيه بس اساسيه شغل نفسك بغيرك بنيه اساسيه انت بتشتغل، وبتسيب بقى الكلام اللي بره ده ما بتردش عليه ودي يمكن اعتقد ان دي الحاجه اللي مزعله الناس التانيه ومجننها. منين وقت يردوا على الناس؟ ما ينفعش، هم مش فاضيين غير للشغل. انا عايز اقول لك يعني حاجه، الشغل بيرد لوحده. انا عايز اقول لك حاجه، وحتى لو عندك وقت الكبير ما بيردش. النادي الاهلي كبير، كبير باسمه، كبير بتاريخه، كبير بقدمه، كبير بجمهوره، كبير بمواقفه، كبير بحاجات كتيره جدا جدا، كبير باعضائه اللي ضربوا المثل امبارح مثل لكل الجماعات العموميه في مصر. فانت تفتكر بقى تسيب الكلام ده كله وترد؟ ما تردش على حد، بالعكس ده اكبر رد بقى. انا اسف، وهترد على مين؟ وهترد على مين؟ بالظبط كده. فطبعا اكيد الامور والمباراه، وزي ما قال الاستاذ حسان عمار، مباراه كبيره جدا، ولكن قال جمله بنسعى للتوأمه، وكان في مشروع قبل كده نتمنى المباراه تحصل توأمه، وجود العلاقات المحترمه في ظل المنافسه برضو الموجوده، بقى في توأمه مع الانديه الكبيره والقامات الكبيره في افريقيا. انا عايز اقول لك ونشيل بقى من دماغنا حكايات اصل احنا مع شمال افريقيا والخناقات، وكان مش في كلام دوت، انت بتروح بتكسب الترجي وتاخد منه البطوله، ربنا يسامحهم اللي كانوا، والناس بتسقف لك هناك، ربنا يسامحهم اللي كانوا متسببين طبعا في الكلام ده، ولبعض الاعضاء الاعلام بشكل سيسيء للاعلام المصري طبعا. ما بيننا وبين جماهير الزمالك والجماهير العربيه والافريقيه تاريخ كبير جدا، اعتقد ان الامور بينت من الغلطان واخطاء لن تتكرر. انا عايز اقول لك انا مش هعلق طبعا على القرارات اللي انت قلتها قبل الفاصل، انما عايز اقول التكمله بتاعتها بقى الميثاق الاعلامي. فين الميثاق الاعلامي؟ فين الكلام العمليه اللي مفتوحه دي؟ الناس بتقول اللي عايزاه، واللي بيطلع في اي قناه بيتكلم، ومجرد ما يمسك ميكروفون خلاص هو بقى حر ان هو يعمل اي حاجه، ولا ما احنا اتفقنا يعني مش هنروح، يعني انا اقصد ان عشان بس نكمل الجو الرياضي. رسالتك واضحه، لكن اتفقنا وانت اللي قلت مش طبعا هنروح. لا طبعا خلينا في رسالتنا، ومباراه صحيح. مهمه وفاق الصيف، ومباراه ذهاب في القاهره في استاد السلام بحضور جماهير الاهلي ما اروعها صحيح، وفي ظل رباعيات النادي الاهلي مع يعني نهائي مبكر. جمهور الاهلي له عامل كبير قوي زي ما حصل في المباراه اللي فاتت بتاع الحريه، وكان له دور كبير قوي في مكسب النادي الاهلي وتحفيز اللعيبه. احنا شايفين اللعيبه كانت كلها كل واحد شعله نشاط في الملعب طبعا. المباراه دي اقوى
وبتقربك للحلم الكبير اللي غايب عننا من 2013. عايزين جمهور كبير، عايزين تشجيع ان شاء الله باذن الله مثالي زي المباراه اللي فاتت، عايزين بدايه فيها كل ثقه وفيها كل احترام للمنافس، كل واحد ما يبخلش باللي عنده. بس لعيبه النادي الاهلي بتادي رغم الضغوط ورغم طبعا يعني قلت فعلا ضغوط عليهم كبيره بيأدوا ولا اروع. احمد فتحي ملحمه وهاب كل لعيبه حاجه واحده صغيره، مؤمن اللي بتقال رايح وجاي وكلام كتير عليه، شفناه الماتش اللي فات كله مركز. عايز اقول لك حاجه، وليد سليمان سنانه مكسوره ومخبوط وبتاع وبيلعب الماتش النجم من احسن الناس. هو هي دي لعيبه النادي الاهلي، وهي دي روح النادي الاهلي اللي موجوده على طول. مش هنقول كانت غايبه، لا هي موجوده على طول، موجوده على طول، ونتمنى انها تبقى موجوده في المباريات كلها، لان هو ده سر مكسب النادي الاهلي. الحب اللي انا شفته امبارح، ارجع تاني لان اليوم ده ما ينفعش يتساب كده، الحب فعلا يا ايهاب اللي شفته في عيون الناس وفي الناس اللي بتيجي تسالك ها يا كابتن الاخبار، احنا ما شاء الله شايفين كذا، وصلنا لكام دلوقتي، وصلنا لكام دلوقتي، كل الناس بتيجي تقول لك كده لغايه بالليل. بص الحرص، ما انا ممكن اجي روتين اعمل الاهلي سكور في الفرق وارقام تاريخيه في الفرق وارقام في جماهيره وارقام في جمعيته العضويه، كله بيساب كله عشان يعمل ارقامه القياسيه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ده نادي الارقام القياسيه من كله. عايز اقول لك حاجه هاب، حضور برضو الناس بالكم ده طبعا حبا في المقام الاول في الكيان وفي النادي الاهلي، انما برضو ثقه في مجلس اداره طبعا انه عمل حاجه كويسه وانه ماشي كويس وبخطه متوازيه. انا مرتبط عائله الاهلي، وبيني وبينك توقيت زمني، ده انا كمان سابق في توقيت الزمن. خطه متوازنه، الثقه بقى اللي موجوده وبتتبني وبيؤكد عليها بالظبط، خطه متوازنه بين الكوره وبين زي ما بقول الانشاءات وبين كل حاجه. فحاسين ان مجلس اداره على راسه كمان ايه ده نجم يعني معشوق الناس كل اللي في الدنيا كلها الكريزة. فما بالك يعني حاجه حتى كل اعضاء المجلس يعني حاجه جامده يعني جدا يعني ما حد انا يعني انا بقول ان الكابتن خطيب ما فيش اثنين يختلفوا عليه طبعا. الناس بقى تقول بقى ده اصلا عمال يجامله بقى في قناه الاهلي، لا احنا كنا لعيبه وانا يعني له يعني على مستوى كمان الانساني. الناس اللي ما تعرفش عن الكابتن خطيب له مواقف مع ناس كثيره جدا، وله مواقف مع زمايله اللي لعب معاها زمان واحنا بنلعب، يعني ما ينفعش ما تحبش الكابتن خطيب. اما تيجي تشوفه بقى كمان يعني الناس كانت في الاول بتقول ده اصله نجم واصل الاداره دي كذا واصل ما اعرفش ايه، لا اهو في خلال الفتره الصغيره دي الانجازات اللي حصلت اللي ممكن مجالس تانية مثلا ما حققتش نصها فتره كبيره، الفتره الصغيره دي بتشوف كذا حاجه في كذا اتجاه. يا رب يكمل الفرحه ببطوله افريقيا طبعا، بطولة افريقيا طبعا. شوف القصة، شوف الالتفاف حوالين طبعا، يعني المشهد ده كمان بقول كل طابلوه ليه مشهد، هو ما بيعرفش يقف ثانية. وبعدين عايز اقول لك حاجة امبارح اهي بص بقى دي، بص دي بقى، بص دي. طيب حد يعمل كنترول بورقة بمنديل؟ في ناس دلوقتي بتلعب في الممتاز يا هاب ما بتعرفش تجيب ثلاث اربع كرات على رجليها، يعني ناس بتلعب في الدوري الممتاز دلوقتي ما بتعرفش نطق الكوره على رجليها. الزملاء بس بيقولوا لي على اشراف اللجنه واحنا ايه طبعا نه. فشوف الكابتن الخطيب ورقه، ودي عادته على فكره، يعني ممكن هو ماشي تلاقيه كان معانا مثلا زمان غطى مثلا ازازه تلاقيه يعمل بيه كنترول. حاجه مش معقوله برضه الناس والوقفه طبعا وبتاع. طبعا طبعا برغم التعب اللي هو فيه يعني، بس يعني بصراحه يعني مشهد حب دايم يعني واضح بين الجميع. وادي الخيمه فاضيه، الخيمه فاضيه خالص، فاضيه خالص، الخيمه ما شفناش حد يعني خالص، مع ان شوف الخيمه بتاع النادي الاهلي قد ايه، لا ومعموله المره دي على مساحه كبيره ومداخل يعني اي المخارج. عدد مش هيبان فيها كمان، فما بالك بقى اما تشوف الزحمه دي يعني كانت ايه عامله ازاي يعني. لو طبعا يعني انت دايما بتاخدني هنا وانا برضو برجعك الناحيه الثانيه. هي كلها تحديات، مش هننسى امبارح ومش هننسى امبارح ويوم اتسجل في التاريخ، ودايما الاهلي بيطوي الصفحه عشان يبدا طبعًا الصفحه اللي بعدها، طوى صفحه الجمعيه العموميه الناجحه جدا التاريخيه علشان يركز في اللي جاي. صفحتنا اللي جايه هي صفحه وفاق سطيف بعض الغيابات، وانت قلت لي ما بخافش على الغيابات، لكن يبدو ان سعد سمير ومروان محسن وميدو جابر بعيد شوية. يعني يبدو حتى الان، ولكن انت شايف ان 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 مستر كارترون ماشي بشكل كويس وان ما فيش غيابات والاهلي بمن حضر. هقول لك على حاجه، سعد متصاب وما لعبش المباراه اللي فاتت ولا لا،
شفت ايمن اشرف وكل بالي عاملين ازاي؟ بالزبط. كانوا بيلعبوا مع بعض من سنين، حاله من الانسجام خالص، حاجه. ده اللعيب المحترف، ده لعيب النادي الاهلي. يعني انا بزعل قوي في التحليل اما بشوف ناس كده في قنوات تانية يقول لك ايه اصل اللعيب المحترف برضه لازم ياخد وقته شويه عشان يندمج. يعني يندمج؟ ده لعيب محترف، انا مش جايب لعيب لسه بادئ. كله بالي تعالى لعب من اول يوم ومن اول يوم بيحرز اهداف ومن اول يوم تحس انه بقاله متربي في النادي الاهلي. بالظبط. طبعا زمايله، ودي عاده النادي الاهلي ان اللي بيدخل في وسطهم بيندمج على طول، تحتضنوه بشكل. بس اللعيبه المحترفه لازم يبقى كده، ما ينفعش انا ابقى جايب لعيب محترف على مستوى عالي زي كولوبالي واستنى شويه ما يتاقلم. لا، الكره هي واحده. في جنوب افريقيا زي في شمال افريقيا زي في استراليا، هي الكره واحده واللعب واحد والتحركات واحده والقصه واحده. فلعيب محترف العب في اي حته في العالم واندمج على طول. فشفنا يعني شفنا انسجام كبير قوي بين ايمن اشرف وكولوبالي. شفنا الماتش اللي فات بتاع النجم محمد هاني كانه بيلعب انت فاهم ازاي، وفتحي مش موجود، فتحي اللي كسر الدنيا قبلها في ماتش غينيا ومن احسن الناس اللي كانت موجوده. والحاجه كمان اللي بتدي مثل ومثل وامثال ان اكتر ناس بتجري في الفرقه هم اللعيبه الكبار، واكتر ناس بتلعب بحماس وقوه هم اللعيبه الكبار، احمد فتحي، وليد سليمان، عاشور. تخيل انت، فازاي انت تبقى لعيب صغير لسه طالع زي نصر ماهر ولا وشايف الناس احمد فتحي بيعمل تاكلينج كان ممكن يعني يتصاب فيها انما ما خافش، والتاكلينج ده اللي يعمل اسيست لحمودي يروح يلعبها ويجيب الجول الاولاني. فانت تبقى بتلعب في وسط الناس دي ومبقاش عندك حماس، ما ينفعش. شفنا بقيه الفريق اللي بينزل، حمودي بقاله فتره ما بيلعبش، كان كويس لما نزل. اسلام محارب بيلعب صنع الهدف الاول بشكل مهاري رائع. صلاح محسن، ازارو ما بيلعبش، الفرقه كسبت بسكور. يعني هي دي فرقه النادي الاهلي. ده رغم انه روتيشن الاهلي مجبر عليه وحضرتك زي ما قلت جريء، ولكنه في طياته بيخلق منافسه من نوع اخر. مليون في المية. مع اللاعبين. مليون في المية. انت لما تكون بتلعب على طول وحاسس ان اللي وراك ده بعيد قوي، برضه غصب عنك، انت بشر طبعا. انا اللي بلعب بقى واريح. انما لما اكون حاسس احمد فتحي مكسر الدنيا والثقه بالزبط. ان انا العب محمد هاني ومحمد هاني يكون هايل طبعا، بيخلق منافسه. منافسه طبعا طبعا. واللي بيجي له فرصه دلوقتي بيقفش فيها طبعا، لان عارف الكوره طول عمرها، لان عارف ان في المركز فيه اثنين وثلاثه، فلو ما شدش حيله كذا. شناوي مباراه قويه جدا جدا، والروح اللي وراها لنا وبينها شريف اكرامي وهو قاعد بره طبعا، بتدي مثل لناس كبيره ان صعب قوي على لعيب او حارس مرمى بحجم شريف اكرامي كابتن للنادي الاهلي وماتشات كتيره وخبره ومنتخب مصر ان يقعد الفتره اللي فاتت دي ويبقى بالجمال ده وبالنفسيه دي واول واحد ومالوش مشكله واحده. يعني ومالوش مشكله واحده، عمل مشكله. ايه التربيه يا اخي والاخلاق؟ ايه الجمال بتاعك يا شريف ده؟ تسلم ايدك يا كابتن اكرام. والله ايه الجمال وايه الحلاوه ده؟ ايه يعني ده ما هو اتربى اتربى مع نجم كبير طبعا، والنجم الكبير ده طبعا اكيد بيكلمه طبعا. فده النتاج اللي احنا شفنا اول واحد بيتنطط. يعني انت ما قالش بقى الشناوي وجاي من بره واصل وكده، طب العبوا ماتش وماتش زي ما كان بيحصل، ما فيش كلام من ده. وقت ما بينزل بيثبت بيبقى هايل، وخد انه حارس اول، والشناوي بيثبت انه حارس اول. وبعدين كمان صعبه، وبعدين صعبه يا ايهاب انك تاخد طبعا، تكون قاعد وتاخد وترجع تقعد تاني طبعا، من غير اصابه طبعا، قعدت تاني طبعا. فانا بحيي طبعا شريف بصراحه، بحيي كل اللعيبه، كل اللعيبه رجاله. مؤمن اللي كان عليه كلام في الفتره اللي فاتت، والناس طبعا الاعلام الله يجازيه يعني اتكلم، هو بيثبت انه عايز يخش تاني، لان مؤمن لعيب كبير وخبرات وخدم النادي الاهلي السنين اللي فاتت، وكان محور مكسب النادي الاهلي فيه مباريات صعبه. فكون ان هو يبقى موجود وبالشكل شفناه ان هو جاي بيقول لك انا جاي تاني، فانت عندك في الناحيه الشمال كام وفي الناحيه اليمين قد ايه، ورصات الحربه اللي موجوده، مروان اساسي النادي الاهلي ومنتخب مصر، ويرجع بعد اصابه كبيره ويلعب طبعا ويبقى كويس، وازارو بيلعب مكانه وهو برضه بيحاول وبيقاوم وعايز يخش. دي كلها دروس على فكره بنديها للفرق الثانيه. زي برضه تاني بقول لك
ان ان شاء الله دستور النادي الاهلي ده هيبقى مرجع للناس الثانيه اللي بتقاوح، هيبتدوا تاني واخد بالك يدور على لائحه النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي، الناس كلها بتجري وراه، شوف النادي الاهلي بيعمل ايه، يبتدي يتحرك. بدا خد انت وابدا واتحرك وشوف واشتغل بنفس الاسلوب واشتغل بنفس الطريقه، لو عايز تعمل حاجه او باصص على النادي الاهلي عايز تقلد التجربه قلدها وماله. بالظبط وماله، بس بقى ايه ما تفطس الدنيا وتقعد تقول كذا وتطلع كذا وتعمل كذا ولاقيك بعد شويه عملت نفس اللي بيعمله. طب ما يفطس مش ازمه، اي حد عايز يفطس ما يفطس، لان دايما الحياه واضحه قوي، الحياه واضحه صحيح. زي الشمس صحيح. وبرضه انا دايما زي ما قلت لزميلي محمد سعيد مش عايزين نضيع وقت من مننا نعلق على حاجات مفروغ منها، لكن احنا غصب عننا بنبقى حابين نوضح. طبعا بس. طبعا طبعا جمهور النادي الاهلي لعب دور كبير جدا، وبعد عوده الجماهير النادي الاهلي طبعا حماس كبير باين على اداء اللعيبه، عندهم مسؤوليه كبيره، عندهم اداء كبير، الجهاز الفني عنده اداء كبير، يحسب للجهاز الفني النادي الاهلي ومستر كارترون وجهاز المعاون الهدوء طبعاً. الهدوء الكامل، عندهم حاله من الهدوء يحسدوا عليه. الهدوء ده انا شايفه في الجهاز الفني نابع من الثقه بالنفس. يعني لما تشوف الاحاديث قبل المباريات مفيش حاجات انفعاليه، كلها ثقه بالنفس وكلها بهدوء، واحنا بندي المباريات على قدها وبنأهل اللعيبه وبنجهز وبنعمل اللي علينا والنتيجه دي طبعا بتاعت ربنا وبكل ثقه وبهدوء. اصابات موجوده؟ لا، في عندي لعيبه تكمل ولعيبه قد المباريات دي واكتر من لاعب في المركز الواحد، عندي ذخيره دلوقتي من اللعيبه ان شاء الله باذن الله. كمان النادي الاهلي ما بيوقفش برضه بيحاول يدعم، سامعين برضه ان في يناير كنت شافك في حلقه مع علاء ميهوب وتتكلموا، بالمناسبه طبعا بحييك على الفقره بتاعت علاء لان علاء طبعا صديق عمر، وكنا محتاجين حد من جوه النادي الاهلي برضه يوضح لنا بالظبط بالظبط زي ما حضرتك جاي بتتكلم بالظبط يعني احنا مش محضرين وبنتكلم بتلقائيه وبتكلم على اللي جواه يعني. فعلاء عرفت منه ان في يعني يمكن تدعيم او اتنين في يناير دول برضه من صفقتين لثلاثه بالظبط تدعيمات في يناير يبقوا اضافه، بثق طبعا في علاء. لا وقال حاجه مهمه قوي يا كابتن، قال مع ان في مفاجات من قطاع الناشئين صحيح. والجمله دي صحيح لان كتير ما سمعناهاش. لو كويس انت فتحت موضوع قطاع الناشئين عشان انا يمكن شغلي قريب من موضوع منطقه القاهره ومسؤول عن المسابقات والناشئين وكده. القطاع السنه دي طبعا في تحديث، في شغل، فرق كبيره معموله، في اسماء بتدير الفرق، اسماء كبيره تدير في دوري ممتاز. الاهم بقى المفهوم اتغير، ما بقاش مفهوم ان انا عايز بطوله، بطولات النادي الاهلي سواء منطقه القاهره او قطاعات او جمهوريه مش عايز اقول لك قد كده، ده دي بقى ما عندناش دولاب ياخد الكلام ده تمام واخد بالك. ومع ذلك التفكير اتغير ان انا مش يعني البطوله ما تهمنيش في المقام الاول، اللي يهمني ان انا اطلع لعيبه للفرقه الكبيره او الدرجه الاولى، يطلع لعيبه، لو طلعت اثنين ثلاثه هيفرقوا معايا جامد جدا طبعا. يعني وبعد طبعا. احنا شفنا حتى السنين اللي فاتت معظم اللعيبه اللي من عندنا اللي طلعت اعارات في الانديه الثانيه هي اللي عملت شغل مع الانديه وعملت طفره في منهم رجع تاني وفي منهم رجع تاني يعني بالزبط. السياسه دي بقى لها الحقيقه فتره كبيره انك بتطلع اعارات ياخد اللي ملوش فرصه يلعب السنه دي يطلع ياخد يعني احتكاك ومنافسه. لازم الناس تفهم برضو ان انت مكانك فوق زي ما انت بتقول الكابتن، التنافس كبير قوي فوق، فبالتالي الناشئ اللي داخل ده الله يعينه طبعا لما يخش على الفريق الاول طبعا ربما البعض بيخرج ويرجع تاني عن سبيل الاعاره او عن سبيل يعني انه يتم الاستغناء عنه ويثبت نفسه وماله، لكن هي دي حاله كره القدم. في توقيت بتبقى غصب عنك طبعا هي قيمتك محكمه صح. وفي واحد واثنين في نفس المركز فوق فبالتالي صعب جدا صعب. انك تطلع العدد ده مع انه حكموه بعدد برضه معين تأييد في الفرق الكبيره، فصعب ان انت يعني انت هتاخد مثلا يطلع لك من فرقه مثلا السنه دي 97 لما يطلع لك ست سبع لعيبه هتوديهم فين؟ مش معقوله هيطلع درجه اولى بالزبط. فلازم ياخد، تتمنى ان يبقى في مواهب كتيره تطلع طبعا. وتضيف طبعا طبعا. الحقيقه القطاع عامل شغل كويس، وعادل عبد الرحمن في ال 97 عامل شغل كويس طبعاً. كلهم امين عرابي ومدحت طه وياسر محمدين وسراج وكل الناس بصراحه ومحمد مش عايز انسى حد عشان بس يعني الحقيقه القطاع كله عادل مصطفى كل الناس عامله شغل كويس، حتى البراعم
البراعم ماسكها دلوقتي اتنين برضو بإدارة ده هو اللي ماسك المنظومه بقى طبعا. انما في تامر حفني وطبعا الكابتن جمال السيد طبعا. ماسك البراع يعني الناس دي كلها عامله شغل كويس. كمان ما ننساش برضو في اهتمام زي كابتن اينو وغيره يعني في مزج من اسماء وقدرات واعمار سنيه مختلفه وقدرات مختلفه. عايزين نقول برضو ما ننساش دور الاكاديميات طبعا. اللي طلعت لنا برضو لعيبه للقطاع برضو مشوا وكملوا في بعض اللعيبه اللي طلعت درجه اولى دي اساسا في اكاديميه النادي الاهلي مسكها دلوقتي برضو خالد بيبو يعني ماشي طبعا. برضو بشكل ومعاه امير يعني الدنيا الحمد لله في شغل من مجلس الاداره معمول في تغييرات وفي حاجات تحس ان في هم ماشيين. اجتماع الكابتن الخطيب اكتر من مره وقطاع الناشئين وينزل ويقعد مع المدربين وقعد مع الكابتن لا قصه السنه دي انا شايفها مختلفه والحمد لله ابتدينا رغم انها لسه ما جنتش الثمار لكنها باينه من كلام كابتن علاء مهوب باينه من كلام حضرتك باينه من الشكل العام صحيح. اللي ان شاء الله مؤشراتها تتنبا بنتائج مميزه في جميع الاتجاهات ان شاء الله باذن الله اكيد نتائج مميزه في جميع الاتجاهات. وارجع بيك على اللقاء المهم لقاء مهم لان المنافس واحد من المرشحين بادائه من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله الافريقيه تمام. لكن السؤال للنادي الاهلي دايما وحتى دايما الاجهزه الفنيه كانت تقول لنا مش مهم اللي انت بتقابل مين انت دايما بتلعب على هدف واحد وهو المكسب. اهم حاجه في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت انه بيلاعب الفرق كلها المنافسين كله على اساس ان هي مباراه مهمه وفريق كبير ما بيبصش الفريق ده اصل ده ترتيبه في الدوري بتاعه كذا اصل الفريق ده ما خدش بطولات بقاله فتره اصل كذا انت بتبص لنفسك دايما. انا ليا مقوله كده هب انا ما بخافش من الخصم ايا كان الخصم انا بخاف من نفسي بخاف من لعيبتي المنافس ما انا بحترمه لكن اهم حاجه معروف انما انا اكون في يومي المهم ان انا اقدم عليا المهم ان انا اطلع كل الطاقات المهم ان انا العب بطريقه كويسه. فهو الخوف مش المنافس الخوف مني انا من لعيبتي ودي الحمد لله الفتره الاخرانيه اللعيبه كلها اثبتت انها رجاله. الاهم من كده كمان ذكريات في التاريخ كتير في شمال افريقيا بقى طبعا طبعا ماتشات نجوم الاهلي الكبار بقى الماتشات دي بيبقى ليها كده ماتشات يعني جاهزيه معينه صعبه جدا. وبعدين فرق يعني شمال افريقيا كلها فرق بطولات وفرق عريقه ولها تاريخ يعني يمكن كنا بنقابل مثلا في افريقيا سواء شرق افريقيا بالتحديد او الجنوب فرق لسه حديثه العهد وما يعني ما لهاش اي بصمات في في في, في البطولات وكده فبتبقى العمليه سهله. انما فوق دايما الخط بقى جزائر تونس المغرب كلها فرق بطولات وكل خلي بالك المنتخبات بتاعتها راحت اكتر من مره كاس عالم ولهم باع كبير في الكوره وطلعوا نجوم على مستوى عالي سواء يعني كمان طبعا. ناس كتير احترفت بره. فالكرة في الجزائر يعني من 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 يمكن الجزائر من اكثر الدول اشتراك في بطولات كاس العالم طلعت يعني لعيبه غرقت اوروبا بيعرفوا يلعبوا ازاي بيعرفوا يعني كل ماتش يعني الماتش اللي جاي اللي موجود هنا بيتميزوا بقى فرقه الجزائر بان هم بيعرفوا ازاي يطلعوا بالنتيجه اللي هي عايزينها مش مستعجلين بيغيدوا النواحي الهدوء واستغلال الوقت واستغلال بالظبط كده استغلال الوقت لصالحهم والمدافعه يعني التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده اللي انا متوقع ان هم دول هيعملوا لان وعنده فرصه ان هو الهدف هنا مشكله. فاهم حاجه بالنسبه لنا في المباريات اللي على الأرضنا بالتحديد يعني حتى لو طلعت 0-0 المهم ما تدخلش فيك هدف. يعني اهم حاجه ان المرمى بتاعنا ما تحافظ على شباكك تماما دي اهم حاجه. جبت بقى واحد جبت اتنين ما جبتش حاجه خالص اسمك برضو رايح النتيجه لسه 0-0 كانك لسه بتلعب ماتش هنا او هناك هو ماتش واحد ما تفرقش النادي الاهلي على ملعبه على خارج ملعبه القصه دي اهم حاجه ما تديش للفرقه اللي قدامك ادفانتج لكن برضو مع وجودها على ارضك وملعبك ووسط جمهورك اكيد بتبقى عايز تاخد المبادره وحماس الجمهور وبالك اليد العليا في نفس طبعًا. الوقت المنافس طبعًا. بيجي عايز يمتص هذا الحماس ويخرج بافضل نتيجه فيه ايا كان. دايما بقول استغلال النادي الاهلي لجمهوره الكبير اللي لاحظنا في الفتره اللي فاتت بعد ما رجع الجمهور في المدرجات بقى حاجه كبيره جدا 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 للنادي الاهلي وحافز كبير فيه للنادي الاهلي وتشجيع اللعيبه.
عايزين نستغل الحته دي في المباراه القادمه. خلي بالك برضو اهاب اللي بيجي لعبك بيبقى جاي وهو مرعوش يعني حتى ولان بيمثل ان هو كويس ومتماسك، انما هو عارف قدر النادي الاهلي، عارف انه جاي لاعب بطل ابطال افريقيا، نادي القرن، لعيبه على مستوى عالي، نسبه كبيره منتخب مصر، فبيبقى جاي عامل حسابه وعامل حساب الجمهور الكبير جدا جدا اللي موجود. فاعتقد ان احنا لازم نستغل الروح دي في البدايه، وزي ما بيقولوا بلغه الكوره نركب على الفرقه من البدايه. لو احرزت هدف او هدفين في البدايه دي بيدوك الثقه انك ممكن تعمل سكور يريحك تماما. لازم تستغل الفتره الاولانيه، لما المباراه لو بدات بان هو حاسس ان هو ماسك كوره وبيعمل استحواذ وبيجاريك، او العمليه سجال في الملعب دي بتطمعه كل ما الوقت عدى، بتطمعه هو وبتصربعك انت. فانت لازم من البدايه، ولا قدر الله لو في اي يعني سيناريو مخالف منيا مرماك بهدف، هتقدر تقف وترجع. وياما شفنا النادي الاهلي بيغير موقف على ملعبه كمان. طبعا ده اللي اعتقد ان برضو الجهاز الفني عامل حساب ومقسم المباراه لسيناريوهات ممكن تكون ممكن تحصل، ممكن لا قدر الله جون في البدايه. مظبوط. عكسي كل حاجه في كره القدم رغم حاجات اللي انا اتمناها، لكن هي وارده في كره القدم. اكيد السيناريوهات دي الجهاز الفني بيحطها في اعتباره، لكن اكيد المنافس بقى وهو بيبص عليك شايف ان بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب رباعيات رايحه وجايه وتحديات. طبعا يعني لما يجي حضرتك مثلا مدير فني للفريق المنافس وبتجيب ماتشاته الاخيره وتشوفها، فطبعا القصه بقت كتاب مفتوح. صحيح. ولكن هيبقى جاي عامل لك الف حساب لمباراتك الاخيره. دايما احنا ما كنا بنلعب مثلا فرق من افريقيا مش عارفينها بنسال ترتيبه ايه في الدوري بتاعه؟ طب اخر ماتش عمل ايه؟ طب مش انت في الحاجات دي كلها بتفرق معانا. وكمان الدنيا اختلفت النهارده، انت بتشوف صوت وصوره طبعا وشايف كل حاجه، ماتشاته كلها بتجي لك لغايه عندك، بتحلل وبيجي لك لغايه عندك. غير الاول انت كنت بتلعب فرق مبهمه ما بتعرفش ايه مين الكويس مين الوحش بيلعبوا ازاي. دلوقتي انت حافظ. وسائل الاتصالات بقت خلاص سهله وبتسهل عليك حاجات كتيره. زي ما بقول لك انت ما تخافش من المنافس بتاعك، انت بتخاف من نفسك. ان شاء الله يكون الفرقه كلها في يومها، كله يبقى في اعلى. مباراه حريه ونكري في الذهاب، انت لو في توفيق تكسب هناك، تكسب هناك مستريح، تكسب لك اثنين في اخر 10 دقايق بس. اخر لحظه انت بتروح صلاح محسن وبتضيع فرص. فدي برضو بيديك انديكيشن ان الفرقه بتاعتنا برضو عايزه تكسب هناك. اللي انت بتقول الاهم حاجه انت حالتك ايه، يومك ايه، التوفيق معاك ولا لا. هي دي اهم، مش دعوه بالمنافس، دي اهم. وبعدين دلوقتي يعني ايه برضو بقى كل الفرقه بتاعت النادي الاهلي مفاتيح لعب. مش زي الاول مثلا، او بقى في فترات معينه يقول لك اصل اللعيب الفلاني هو مفتاح لعب. لا، كلهم مفاتيح لعب. لا، لان النادي الاهلي مع الراجل ده كمان مش على حد، والتحديد مع الراجل ده كمان انت عندك جناحين طايرين، فتحي ومعلول، عندك اختراقات من النص، عندك تسديد، عندك كور ثابته، عندك تنافس، عندك اسلحه كتيره. مشفق على التنافس في وسط الملعب طبعا، المهاجم للنادي الاهلي الثلاثه اللي تحت رؤوس الحرب دول. انت بقيتش ايه المنافسه دي؟ احنا كمان ايهاب في الاستوديوهات التحليليه ما بقيتش عارفين نقول ده مين وده مين وده مين، كلهم كويسين الحقيقه، كلهم كويسين. بيبدلوا مع بعض في الادوار وبيشفتوا في المراكز في الملعب. بالظبط. والراجل مديهم حريه الحركه. بالظبط. في الثلث الاخير حريه الحركه، وليد سليمان ناحيه اليمين بيخش من القلب. الجون بتاع وليد سليمان الماتش اللي فات بتاع غينيا الاولاني، شوف على العارضه القريبه بيلعب، ممكن وليد ما يلعبش ناحيه اليمين، بيلعب بلاي ميكر من تحت. مظبوط. صانع العاب من تحت يعني. وخلي بالك كل ده واحنا بنتكلم على مين؟ على اجاي مش موجود. يعني طبعا ناس برضو لها ثقلها مش موجوده ولا ثقل، لكن زي ما قلنا الاهلي بمن حضر. طبعا. وانت قلت لي انا مش خايف، والحلقه بتجري معاك سريعا. ربنا يخليك. اي حاجه قبل ما اشكرك؟ لا، بشكر بس الجمعيه العموميه تاني اللي حضرت امبارح واللي ما حضرش، وبقول ان الصوره الحضاريه اللي ادتها الجمعيه العموميه والنادي الاهلي دي حاجه احنا كلنا بنفتخر بيها كاهلاويه. واعتقد ان ناس كثيره ان شاء الله باذن الله تحاول بقى ايه يعني توصل للنادي الاهلي وتحاول تحذو حزو في الفترة الأخرانية. بشكر مجلس إدارة وكل القائمين على النادي الأهلي، وبتمنى التوفيق طبعا لفريق كورة في سلسلة الانتصارات والبطولات اللي هو داخل فيها. إن شاء الله نكسب
كل البطولات السنه دي وتبقى سنه استثنائيه علينا كلنا. اشكرك كابتن، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا حبيبي. شكرا. دي كانت فقره حواريه مميزه لاهلي الليله، لسه يعني قدامه الوقت وقدامه الفقرات ولسه الاستمتاع بفقرات الاهلي الليله. خلوني اروح للكابتن خالد العوضي واشكركم على حسن المتابعه عشان نتابع فقره جديده ونكمل النهارده ليله الاهلي. شكرا للزميل العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب، شكرا كابتن محمد حشيش، والكلام عن النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وفعلا لازم نقول ونقول ونشكر كل اعضاء الجمعيه العموميه اللي حضروا امبارح الجمعيه العموميه التاريخيه في تاريخ النادي للاستفتاء على دستور النادي الاهلي الجديد. الحمد لله النادي الاهلي بقت ليه لائحه وليه دستور، اتحط امبارح باصابع من ذهب من اعضاء الجمعيه العموميه، قدروا يحققوا الامل او الحلم الجميل الكبير لاعضاء الجمعيه العموميه او للنادي الاهلي. بنشكر مره ثانيه لجنه الشباب او شباب النادي الاهلي اللي فعلا قدموا حاجه كبيره جدا 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 في شهرين. كابتن محمود الخطيب في كلمته امبارح شكر الشباب شكر خاص، وفعلا لازم نشكرهم ونقول لهم تعبتوا وعملتوا مجهود كبير في اللائحه وعملتوا مجهود كبير في الاعضاء عشان توصلوا لهم المفهوم بتاع اللائحه، وده فعلا اللي حصل. بنشكر الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي متمثله في العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي للحلاوه والجمال وكل حاجه، قول زي ما تقول سهوله ما بعدها سهوله في دخول الى لجنه التصويت على دستور النادي الاهلي. في سيوله في كل حته، سيوله خارجيه في المرور، سيوله خارجيه، سيوله داخل النادي، حاجه فوق الرائع لازم نشكره. متمثله الاداره التنفيذيه كلها متمثله في المدير التنفيذي للنادي الاهلي. بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي لاتاح لينا الفرصه كاعضاء جمعيه عموميه ان نحقق اللحظه التاريخيه بالاستفتاء على الدستور او عمل لائحه النظام الخاص بالنادي الاهلي. الف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي اللائحه الجديده والدستور الجديد اللي بدا هيبتدي العمل بيه من النهارده. كانت لحظه تاريخيه، لحظه فارقه في تاريخ النادي، الحمد لله بنشكر ربنا عليها. والف الف مليون مبروك لكل النادي الاهلي للائحه الجديده. كده هندخل على الاخبار اللي عندنا والالعاب الاخرى. عندنا اخبار من كل حته، بس عندنا النهارده خبر توقيع النجم الكبير احمد صلاح. احمد صلاح لاعب الكره الطائره بالنادي الاهلي، وكان لاعب نادي الجيش والمحترف في تركيا والمحترف في روسيا، حاجه فوق الرائع. اهو زي قدامنا على الشاشات بدا يوقع النهارده رسميا انضمام احمد صلاح للنادي الاهلي. احمد صلاح ده ابن النادي، يعني مش عايزين نقول فيه كلام، لو قلنا من هنا لغايه اخر الحلقه مش هنوفيه كلام. نجم كبير، نجم عظيم، كان احسن لاعب في العالم، لسه راجع من بطوله العالم مع المنتخبات، وقالوا مولد صلاح جديد. لا فعلا هو احمد صلاح قبل كده بقاله فتره كان لعيب عظيم، خد احسن لعيب في اوروبا، احسن ضارب في اوروبا في بطوله اوروبا. فيعني بنشكره وبنقول يعني اضافه قويه جدا، رجعت لبيتك مره تانية، احنا مبسوطين جدا وسعداء ان انت تكون جوه النادي الاهلي يا كابتن احمد صلاح. ان شاء الله كل زملائك عبد الله عبد السلام، محمد عبد المنعم، كل اللاعبين في النادي الاهلي في فرقه الطايره ان شاء الله يسعدونا مع جهازهم الفني الكابتن محمد مصلحي، ويقدروا يحققوا ان شاء الله باذن الله النصر ويحققوا بطولات في المرحله القادمه. الفرحه عارمه. ميدو مصلحي مع احمد صلاح، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، واللواء خالد ابو زينه المدير الاداري. نخش على فريق كره اليد بالنادي الاهلي واستعداداته القويه للخوض البطوله الافريقيه. هيخوض البطوله الافريقيه في ساحل العاج، استعدادات مكثفه. كان معانا كابتن عاصم حماد عن قريب هنا في البرنامج، واتكلمنا معاه عن فريق كره اليد، وقال ان احنا بنستعد من خلال الدوري المصري، من خلال الدوري المصري لعبوا مباراه، ناقص لهم مباراتين، هيسافروا على منتصف الشهر ان شاء الله باذن الله، وهيطلعوا على المغرب، من المغرب على ساحل العاج. لكن القرعه طلعت بتاعه المجموعات بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي نزل فيه مجموعه نادي فونكس الجابوني، معاه نادي ريد ستار كوت ديفوار، نادي فاب الكاميروني، ونادي يو اس اي من بوركينا فاسو. المجموعه الثانيه ضمت نادي الزمالك، نادي مولوديه الجزائر، نادي رجاء اغادير المغربي، نادي جي اس كي من الكونغو الديمقراطيه، نادي بترو سبورت من عفوا من الكونغو برازافيل. لازم نكون عارفين
النادي الاهلي مسافر هو حامل اللقب او الدوري المصري، نادي الزمالك مسافر حامل لقب البطوله، البطوله صعبه، النادي الاهلي لسه كسبان بطوله الكؤوس، حط رجل جوه مباراه السوبر، اعتقد ان هو النادي الاهلي عايز يرجع ويكون حامل لقب البطوله دي، لان حاجه مهمه جدا بالنسبه له ان هو لو فاز بالبطوله دي ياخد يلاعب في ماتش السوبر تاني بطوله الكؤوس او تاني ابطال الكؤوس، ودي هتكون اسهل كتير من ابطال الدوري. توقيع هالة مصطفى على عقد بالنادي الاهلي لمده موسمين، لعيبه النادي الاهلي هالة مصطفى وقعت مع كابتن رؤوف عبد القادر عقد لمده موسمين. هي الكابتن هالة كانت معاهم موجوده متواجده في النادي الاهلي، لعيبه جوه النادي الاهلي، وهي وقعت اهي قدامنا مع الكابتن رؤوف عبد القادر، حضر توقيع الكابتن رؤوف وكابتن ياسر نصير. دي بالنسبه لهالة مصطفى. فريق كره السله بالنادي الاهلي والخروج الى تنزانيا واستعداء والمباريات هناك في تنزانيا، دي عباره عن تصفيات البطوله الافريقيه، تصفيات البطوله الافريقيه لخوض البطوله الافريقيه بطوله الانديه. سافروا تنزانيا، وصلوا هناك في تنزانيا وحصلت هناك بعض يعني نقول كده، والبعثه كابتن طارق خيري مدير فني، اسلام علي مدرب عام، واحمد الجارح مدرب، والكابتن رضا سيد اداريا. ووصلوا لتنزانيا، حصل هناك مشكله بس قدر الاستاذ محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي بحل المشكله. المشكله هي تتلخص في مكان الاقامه، مكان الاقامه هناك كانت في مشكله كبيره امبارح، واحنا في وسط الجمعيه العموميه الاستاذ محمد سراج حل المشكله وانتقلوا الى مكان اقامه جديد. كنا عايزين نتواصل مع الكابتن رضا بس بنحاول نكلمه في مشاكل في الاتصالات، لكن ان شاء الله نتواصل معاهم في المراحل القادمه. هنخرج من كل الألعاب الجماعية وهنخرج لفقرة الضيوف النهاردة، مستضيفين أربعة من نجوم كرة الماء، أربعة حققوا في بطولة العالم، كانوا موجودين متواجدين في آخر بطولة عالم للشباب، حققوا المركز الـ13 في ده إنجاز أو مش إنجاز، دي كانت حاجة كويسة لكرة المية، بقالنا فترة بعيدة عن المستويات العالمية، قدروا يتحركوا شوية لقدام وكسبوا 3 ماتشات هناك، هنتابع معاهم كل حاجة بعد ما نخرج لفاصل عن تقرير عن كرة السلة بالنادي الأهلي قبل سفرهم، وترجعوا لنا مرة تانية تعرفوا على ضيوفنا. استعدنا زي بدايه اول موسم، احنا بنبدا من اول شهر 7، حتى لو احنا مش عارفين حتى هنلعب افريقيا ولا لا، لكن لسه ما تحددش احنا هنلعب افريقيا او عربيه او هنشارك ولا لا، ما كانش لسه جالنا جواب رسمي يعني من الاتحاد المصري من قبل الاتحاد الافريقي ان احنا مرشحين ان احنا نشارك في بطوله افريقيا. فالطبيعي ان احنا في بدايه الموسم، احنا بدايه فتره الاداء بتاعتنا 1/7 ان احنا بنستعد لدوري المرتبط وان كاس مصر او دوري السوبر اللي هي البطولات المحليه بتاعتنا العاديه. لما تبلغنا ان احنا هنشارك في تصفيات افريقيا وقدمنا للنادي كابتن رؤوف مذكره اللي احنا عايزين نشارك ومجلس اداره مشكورا وافق، بدانا فتره الاداء تبقى يعني دوري المرتبط هيبدا 16/10 افريقيا اول 10، فاحنا يعني زي ما بقول ايه عجلنا من بدايه فتره الاداء في حاجات كنا مثلا مأجلينها شويه. المصابين شويه كان الموضوع بقى فيه ستريس شويه ان احنا زي ترجع بسرعه شويه. الحمد لله رب العالمين، فرقه السنه دي مكتمله عن السنه اللي فاتت في بدايه فتره الاعداد. الموسم الفاضي كان اعتذار لاسباب كتير قوي، عندنا اصابتين تقال، 6 لعيبه في المنتخب مع بطوله الشركات جايه في توقيت وحش. السنه دي الحمد لله الفرقه مكتمله. نظام بطوله افريقيا بنسبه 90% او 95% اتغير على النظام اللي احنا البطوله اللي احنا خدناه، بقى عامل زي الكوره شويه، انت هتلعب تصفيات منطقه 5 هياخدوا منها الفرقه اللي هتترشح مع المجاميع الاخرى، احتمال يعملوا دور 16 ماتش رايح جاي، احتمال يعملوا دور 8 ماتش رايح جاي. الاربع فرق اللي هيوصلوا فاينل، فرقه من الاربعه هتترشح او اللي يطلب ينظم النهائيات. ده النظام الجديد لينا. الحمد لله احنا استعدينا كويس، عملنا معسكر في اسماعيليه حوالي اسبوع، الفرقه اتمرنت فيه كويس اسبوع صبح وليل، يمكن عندنا عناصر جديده داخله على الفرقه، الحمد لله بدات يظهر التجانس والتاقلم مع الفرقه، وان شاء الله التصفيات تكون بدايه كويسه لينا لان احنا نرجع بطوله افريقيا ان شاء الله النادي. طبعا التصفيات
التصفيات بتبقى حسب كل زون. احنا الزون بتاعنا زون 5 يعتبر زون متوسط، بيبقى فيه فرقتين او ثلاثه اقوياء. ان شاء الله دي الخطوه الاولى ان احنا نوصل للنهائيات في التصفيات ان شاء الله اللي هنلعبها كمان كام يوم، وان شاء الله نساعد نوصل للنهائيات ان شاء الله. في الاول حابب بس اقول ان السنه دي السيزون هيبقى صعب شويه، احنا عندنا دلوقتي تصفيات افريقيا وبعد كده هنبتدي دوري، ففتره الاعداد بتاعتنا كانت اصعب شويه من السنين اللي فاتت، قد قويه، كان فيها مجهود عالي قوي من اللعيبه وكان فيها تركيز. يعني انا كلاعب في النادي الاهلي بقالي كتير هنا، اول مره اشوف التركيز ده موجود في اللعيبه وبالذات كمان في اللعيبه الجديده اللي جت لنا السنه دي. اعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيضيع حقنا ان احنا تعبنا الصراحه يعني، فاحنا ان شاء الله باذن الله واخدنا خطوه بخطوه، عندنا تصفيات ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله في التصفيات دي. اي كابتن فريق في اي فرقه لو اللعيبه ما عندهاش الاستعداد ان هي تتقبل المعلومات منك، ما عندهاش الاستعداد ان هي تسمع لك، ما اعتقدش ان انت هيبقى ليك دور. بس احنا الحمد لله الفرقه بتاعتنا دي ثلاث ارباعها اولاد النادي متربيين على القيم والمبادئ بتاعت النادي الاهلي، فالموضوع ما بياخدش مني صعوبه ان انا اقنع حد او ان انا اتكلم مع حد، على طول الناس متفاهمه، وهو ده الدليل على كده ان احنا الحمد لله بقالنا ثلاث سنين على طول موجودين بنكسب بطولات، من اي بطولات بندخل فيها بنكسب. فده طبعا مش فنيا بس، ده برضو بيرجع للاخلاق بتاعت اللعيبه نفسها. فانا الحمد لله انا مش لاقي اي تعب في ان انا اوصل معلومه للعيبه، بالعكس انا اللعيبه عندي بتساعدني جدا وهم ممكن يبقى السبب الاساسي ان مخليني حتى شكل الفرقه كويس يعني. حلقتنا بنستضيف نجوم من كل الالعاب عشان نعرفهم من جمهور النادي الاهلي، لازم نعرفهم من كل العابنا. النهارده معانا نجوم مختلفين من نجوم كره الميه، حققوا مركز ال 13، لكن الناس تقول 13 من 16 دي حاجه بعيده جدا، لكن الحقيقه ان هم حققوا، لما حققوا مركز 13 حققوا عن تعب عن مجهود، كان يقدروا بفارق معين يقدروا يخشوا للادوار الاخرى، لكن نقول ان البدايه موفقه لكره الميه. معانا اربعه من نجوم منتخب مصر موجودين في النادي الاهلي تحت 18 سنه، وهم اللي لعبوا بطوله الشباب اللي كانت مقامه في المجر. معانا كابتن عمر اشرف، مساء الخير. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله، مش علام من حاجه؟ تمام. ومعانا كابتن زياد وائل، مساء الخير. مساء النور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عايز تكون مبسوط معايا بقى؟ انا مبسوط طبعا. مبسوط كويس؟ ومعانا اثنين، محمد وليد الاولاني، مساء الخير يا كابتن محمد. ومعانا محمد وليد عزت، مساء الخير. نبدا معاك، اتفضل. قول لي عملنا ايه في بطوله العالم وكان الاجواء شكلها ازاي؟ كانت اول بطوله عالم ليك؟ هي اول بطوله عالم ليا. هو احنا اتدربنا كويس جدا وكنا جاهزين لها، دخلنا البطوله اصلا كنا معانا اربع فرق، معانا جنوب افريقيا، معانا مونتينيجرو، معانا استراليا، معانا البرازيل. مونتينيجرو، استراليا، البرازيل، فرق صعبه يعني، فرق جاهزه جدا، فرق كبيره، نقول هي فرق كبيره مخضربه جوه بطوله العالم، من اول 10 فرق على العالم. تمام. قدرنا اول ماتش نعمل سكور كويس جدا مع استراليا، دي كان 11-7. كويس، ده كان سكور تقريبا ما حصلش في تاريخ مصر يعني. كويس. استراليا من الدول المصنفه لبطولات العالم، من اول 10 طلعت تقريبا السادس. بعد كده دخلنا ماتش البرازيل، برضو خلص 11-7 او 12-8 على ما اتذكر يعني. برضو برازيل من اول 10 دول على العالم في كره الماء. لعبنا معاهم ماتش برضو كويس. دخلنا مونتينيجرو، كان ماتش صعب شويه لان مونتينيجرو مصنفه من اول اربع دول على العالم. اعتقد مونتينيجرو بطله العالم، في نسخ من كاس يعني العالم بالظبط. بعد كده كان في اخر ماتش مع جنوب افريقيا، تعادلنا معاهم، بس كنا كسبينهم في افريقيا لكن حصل مشاكل في الماتش ف تعادلنا معاهم. عمر قول لي، احنا تعادلنا مع جنوب افريقيا في بطوله العالم لكن كنا كسبينها في التصفيات، مظبوط؟ وكانت في جنوب افريقيا. ايه الاختلاف؟ الاختلاف بين بطوله العالم وبين افريقيا؟ احنا دايما طول عمرنا بنكسبها، بس هو حصل زي ما محمد قال، في ظروف حصلت في الماتش ده، احنا كنا نازلين قلنا هنكسبهم. حصل بقى ان احنا
معرفش استهوينا بيهم شويه او ما ركزناش. عجباني قوي كلمه استهوينا، هي ده طبيعه اللعب البسيط، بس مفيش مشكله اتفضل. بس فكنا كسبانين في الاول وخلاص بقى كل واحد قال احنا كسبانين خلاص. بس حصل ظروف بقى وهم كانوا مركزين قوي لان احنا كسبينهم دايما، فده بالنسبه لهم تارجت كبير جدا. واحنا ما ركزناش، فحصل ان هم كسبونا واحنا يعني تعادلنا معاهم خلاص، بس ما لحقناش بقى نكسبهم تاني لان خلاص كان الوقت خلص. مش مشكله، بس اعتقد دي خبره كويسه ليكم. اه ان احنا زياد قول لي ايه الخبره الجديده او ايه اللي شفته جديد في بطوله العالم؟ هو طبعا في فرق طبعا ما بين افريقيا وبين بطوله العالم. اه طبعا في فرق كبير. احنا اول حاجه في افريقيا كنا بنلعب ثلاث فرق بس، تمام؟ يعني فمثلا المغرب ما كانش مشاركه ولا تونس ولا الحاجات دي. كويس. كنا بنلعب مع زيمبابوي وجنوب افريقيا. بس اعتقد ان زيمبابوي، لا زيمبابوي بعيده طبعا. بعيده اه، بس جنوب افريقيا يعني مستوانا وساعات بتقرب وساعات بتبعد. يعني مثلا جنوب افريقيا اول لما لعبناها كسبناها فرق 10 ولا حاجه كده، فرق كبير. بس هي النقطه ان تونس او الجزائر هي بطوله افريقيا كده، هي بطوله بتتعمل في ميعاد، الفرق يا تيجي الفرق ما تجيش، ما فيهاش مشكله. في اسبانيا بس في الاخر اسبانيا بطوله كسبنا بطوله افريقيا. اه فاحنا الحمد لله اخذنا اول على بطوله افريقيا وتصفينا ان احنا نلعب كاس العالم. كويس. فجي معانا في المجموعه في كاس العالم زي محمد قال الخمس فرق، فقابلناهم طبعا فرق جامده، ودي اكبر خبره لينا ان احنا نلعب مع الفرق الكبيره دي. بس وطبعا فرق من اول اربعه على العالم فرقه مونتينيجرو، ولعبنا معاها والحمد لله اخذنا خبره اكتر الحمد لله. قول لي ايه اللي شفته هناك، إيه الفرق بين بطوله افريقيا، الفرق اللي انت النهارده بتلعب جوه الدوري المصري، اكيد في تنظيم، في سلوك معين، في ايه الجديد هناك؟ هو اول حاجه في طبعا فرق حاجه اسمها الحكام اللي بيحكم. هو الحكام طبعا اللي بره دول بيبقوا حكام عالميين، تمام؟ ده فرق كبير. ف بس بلاش تقول على الحكام عشان ما تخلصش جوه الدوري المصري، خلينا حكام كويسين في الدوري المصري. قول. انا بتكلم بصراحه. لا اتكلم اتكلم طبعا اتفضل. بس ف وطبعا الحكام هناك هم اساس اللعبه، فهم اللي عارفين كل حاجه. فاي حاجه يعني حاجه اللي بتتحكم لنا هناك بتكون صح. فالتحكيم ده فرق كبير طبعا، ان احنا بنعرف نلعب احسن. احسن، والقرارات بتكون صريحه وحاسمه اكتر. قول لي مستوى الاقامه والانتقالات هناك ومستوى دخول الملعب والبروباجندا بتاعه الملعب نفسها، اللعيبه نفسها. لا يعني انت النهارده بتخش الملعب هناك غير ما تخش هنا الملعب المصري. اه هو احنا طبعا الفهر. في الملعب هناك فاول حاجه كان بيبقى فيه الفرقتين كان بيبقى معاهم حد ماشي شايل بالعلم بتاعه، تمام؟ واحنا الفرقه 13 واحد بيمشي وراه بترتيب الطوائي اللعيبه 1 و2 لحد 13. اه كويس. وبس فبنقول النشيد بتاع اول نشيد بيتقال يا اما الفرقه الثانيه يا اما مزبوط. الفرقه يا اما احنا. فاحنا اول حاجه الجديد طبعا النشيد بتاعنا بيشتغل وبنغني طبعا على مع مصر، مظبوط؟ وبعدها الفرقه الثانيه. اه طبعا هايل. دي بتدينا حاجه عاليه طبعا، تمام. والفرقه اللي قدامنا برضو النشيد بتاعها بتقولها، وبعد كده بنسلم على بعض. وكل واحد بنلبس بقى الطواقي بتاعتنا، وبعد كده بننزل الميه ونحيي مصر. كويس. وبعد كده بنبتدي الماتش. خش على الجول كيبر، اهم واحد عندنا. اه صح. الجول كيبر محمد هو اللي شايلنا، هو اللي شالكم. اه قولوا لي الجول كيبر عندكم برضو زي الهاندبول وزي الكوره، يقولوا عليهم عندهم حته كده زياده، ما عندك حته؟ يعني هو عندك. لازم الجول كيبر قبل الماتش يكون يعني عامل زي استقرار ذهني. بيضحك. قول. عنده استقرار ذهني، اتفضل. يعني يفكر هيعمل ايه، واجبه ايه، ما يغلطش كذا، لازم يعني يكون في حاله من الراحه، يعني عشان الجول كيبر زي ما بيقولوا نص الفرقه. نص الفرقه. زياد بتاعك لازم بتضحكوا ليه؟ لا الجول كيبر، لا الجول كيبر عنده حته. بص انا كنت جول كيبر في هاندبول، ويقول لك دايما يعني عندهم حته زياده، اللي هو فاهم، هو اكتر حماسا اكتر روحا شقلبظات زياده كده، يعني شايف الملعب كله. انت كده؟ اه الحمد لله. طب ده حاجه كويسه. قول لي انت كنت احسن حارس مرمى في مصر السنه اللي فاتت، مظبوط؟ خدت. قول لي ايه الخبره استفدتها من بطوله العالم؟ لا يا بطوله العالم خبره تانية خالص، غير انك تحتك بالفرق الدوليه عامه، دي لوحدها بتديك خبره، وانك يعني تشوفهم طريقهم وهم بيلعبوا مع ماتشات تانية، زي مثلا تتفرج على السيمي فاينل او الفاينل، انك كمان برضو تلعبهم، دي يعني خبره لوحدها. دي في حد ذاتها خبره، خبره لوحدها تفيدك انك لما ترجع تاني في الدوري المصري هيكون في فرق خبرات عن بقيه اللاعبين المصري. تمنيت ان انت تطلع تلعب معاهم بره مصر؟ اه انا يعني السنه اللي فاتت وحاطط ده تارجت قدامي، ان انا لازم اتمرن كويس وانتظم عشان اعرف اسافر بطوله العالم. بطوله العالم؟ لا عايز تلعب جواهم، يعني تحترف معاهم وتلعب، عندك الطموح ده؟ اه هو انا عندي طبعا عند اي لاعب يعني لاعب مصري حلم، يعني حلم الاحتراف ده، يعني في كل واحد بيسعى ليه وبيتمرن على قد ما يقدر. مهم. عمر قول لي، حلم احتراف وفي دراسه وفي اسره، بتقول الدراسه ولا تقول الاحتراف؟ تقول انت ايه؟
ما على حسب، انا ممكن لو احترفت اكمل برضو دراسه بره معاك. هايل، ده رايك يعني. يعني رايك ان احنا لو في حلم كاحتراف نقدر ندرس مع بعض. جات لك الفرصه انت تطلع الكلام ده او بتسعى لده؟ يعني ساعات في مره مثلا بس ما كانش فيه نصيب، و برضه بتمرن وبركز في التمارين وفي الحاجات الغلطات اللي عندي وكده عشان ان شاء الله لو جالي فرصه اطلع ابقى اسافر واكمل دراستي برضه ما فيهاش مشكله. ما فيهاش يعني انت ناوي للقصه دي؟ يعني كنت بحاول فيها وما زلت يعني بتمرن على نفسي وبحاول. تمام. محمد قول لي بقى، لعبت كره الميه ليه؟ انا اولا ابويا مدرب كره ميه في النادي الاهلي الفني. يعني هو السبب؟ هو مش هو لازم اقول لي بس انا هتكلم انا وانت كتير. قول. لا هو مدرب الدرجه الاولى. كابتن وليد عزت. هو بيدرب، انا كنت دايما بروح التدريب معاه وهو صغير. كويس. كنت بشوف اللعبه دي وحبيتها يعني. ابتديت دخلت مدارس في النادي الاهلي من وانا صغير، من عندي 9 سنين، حوالي 9 سنين كده. كويس. فضلت اتعلم حوالي 4 سنين، اتعلم الاساسيات بقى، باص ازاي، اشوط ازاي، اقوم ازاي، وهكذا. دخلنا فرقه، كان في اختبارات للفريق، احنا بنعمل فريق مدينه نصر. بيبقى في مدارس مدينه نصر وفي مدارس اهل جزيره. هايل. بنعمل تصفيه كده، خد احسن 20. دي سؤال بقى كده ايه بيني وبينك، بابا ما كانش هو البوش ليك ان انت تلعب اللعبه دي ولا انت شخصيا؟ لا هو كان البوش يعني برضو هو بيبوش عليك ان انت تلعب اللعبه دي. وانت حبيتها؟ حبيت برضو عشان اتفرجت عليها كتير. عجبتني يعني، اللعبه ممتعه. قول لي لما يخلص ماتش وبابا مش مدير الفني، انت مدربك كابتن وليد وصفي مظبوط، بتعمل بقى مشاكل وفي غلطات وفي بابا، لما توصل البيت بيعلق معاك في الووتر بول ويكلمك؟ اكيد بيقول لي غلطاتي وبيقول لي الحاجات اللي انا عملتها كويس ايه، الحاجات اللي انا عملتها غلط ايه. امر برضه. امر لازم يكون ولي امر. هنعمل ايه؟ قول لي يا زياد، طب التوفيق بين الدراسه وبين اللعب حاجه مهمه جدا. طبعا دي اهم حاجه، بس انا المشكله ان انا ما كنتش بعرف اوفق بين الدراسه واللعب. حلو قوي. يعني اللعبه نفسها كانت واخده كل وقتي، فانا ما كنتش، فاحنا بنتكلم بقى الكلام ده من زمان وانا صغير. بس انا من وانا صغير طبعا ما كنتش زي دلوقتي في حجم التمارين اللي بتمرنها دلوقتي. احنا دلوقتي حضرتك بتمرن 12 تمرين في الاسبوع او 11 تمرين. كويس. مع الفيرست تيم دول. فانا دلوقتي طبعا الحمد لله، انا السنه اللي فاتت ندمت عشان ما كنتش بوفق ما بين الدراسه والتمرين خالص. فاتعلمت طبعا مشكله، ولو في دلوقتي لو جالي الادفانتج ان انا اروح يعني اذاكر ولا اتمرن، اختار ان انا اذاكر. ليه؟ عشان انا عايز اركز في الدراسه شويه. لا ما هنسيب اللعبه كده. مش هنسيب اللعبه، بس انا لو جالي فرصه مثلا ان انا عندي تمرين وعندي مثلا امتحان بعد اسبوع اسبوعين، هركز في الدراسه. باباك كان حارس مرمى؟ مظبوط. ازاي طلعت انت درايفر؟ هو اول حاجه انا ابتديت حارس مرمى في الاول. في الاول؟ بس انا ما كنتش مبسوط. مش مبسوط؟ لا وانا بحب افرق في الميه كده بقى. ولي الامر ما فرضش السيطره عليك. اهم حاجه اتفضل. ليا رايي برضه. قول لي. مظبوط. بس فانا بحب افرق في الميه، ما بحبش. فالحمد لله لعبت لعيب. لعبت لعيب. ودي كانت احسن. انت عايز تجيب جوان؟ بحب برضه يعني بحب العب. كابتن وائل مش بيديك تعليمات معينه برضه بعد الماتش؟ لا طبعا، هو بيديني، هو لعب وكان بيقف جون. فطبعا بيديني، بس هو طبعا دلوقتي هو انا الحمد لله حاسس ان انا عندي خبره كتيره. فباخد منه برضه، بس مش زي الاول. مفيش قاعده كده جوه البيت يقول لك هو النبي اعمل 1 2. لا طبعا في. طبعا في برضه. وهو السبب الاساسي ان انا ببقى كويس في اللعبه وكده. هو اولياء الامور عاملين طبعا. كابتن بقى لازم يدينا تعليمات. قول لي ايه اصعب ماتش في بطوله العالم يا محمد؟ اصعب ماتش كان يعتبر ماتش جنوب افريقيا. عشان ماتش جنوب افريقيا كنا في الاول كاسبينهم ومشيت ماتش عادي جدا. بعد كده هم يعني زي عملوا كومباك علينا وابتدوا يجيبونا وسبقونا بفرق جونين، لكن احنا الحمد لله يعني عرفنا نعوض في الاخر لحد ما اتعادلنا. بتدي اللعيبه عندك روح وحماس وانت بتلعب، بتقول لهم ايه؟ طبعا يعني انا كمان لما مثلا يدخل فيا جون او حد يضيع، لازم كل الفرقه كلها بصوت واحد تحيي بعض عشان ما حدش يعني يفقد التركيز في الملعب. يعني بتزعق لهم؟ انا كنت حارس مرمى كنت بزعق لكل لعيبتي. شويه. انت بتزعق لهم شويه؟ بيسيطر عليكم عمر؟ بيدينا روح. بيديك روح؟
بيزعقلكم؟ يعني مثلا لو في جون دخل فيه غلطته بيتكلم معانا وبيزعق لنا ان ما ينفعش ده يحصل، وبيدينا روح بحيث ان احنا خلاص ما فيش اي حاجه حصلت واحنا هنكمل لعب زي ما احنا وكان الجون ما دخلش. طيب لما وصلنا بطوله العالم ولعبنا مع ابطال العالم، لعبنا 3 ماتشات خسرنا مفيش مشكله وتعادلنا مع جنوب افريقيا، بس نزلنا لعبنا مع 3 فرق او 3 منتخبات تانيين، لعبنا مع مين؟ لعبنا نيوزيلاند و الارجنتين. حققتوا اكبر نتيجه في مع المنتخب السعودي 36-1 اعتقد، وكسبتوا مين تاني؟ كسبنا نيوزيلاند 14-4. تمام. وارجنتين كانت 26-6 تقريبا. 26-6. الفرق كبير لما نزلتوا لعبتوا في تحت. الفرق كبير يعني بين منتخب مصر في الخبره والمهارات في اللي احنا كنا بنلعبهم فوق مع المراكز اللي تحت دي. واحنا بالفرق ما بيننا ما كانش بعيد، بس احنا كنا نازلين بقى اللي هو احنا لازم نعمل احسن مركز عشان مش هنطلع من البطوله من غير ما نحقق حاجه. فكان الحلم عندكم تحاول المركز 13. يعني زي ما قلت لك من اول الحلقه ان كان مصر تقدر تطلع في الادوار الثانيه، بس لولا المجموعه كان ممكن نختلف. لولا مثلا في حصل في ماتش جنوب افريقيا او استراليا تقريبا كان في فرق قريب، وبرده احنا عملنا الفرق ده كويس، بس احنا كان ممكن نكسب، بس برده يعني ما حصلش نصيب او الوقت كان ضيق بالنسبه لنا. حته الخبره. قول لي يا محمد، الموسم الجديد بالنسبه لنا ايه في النادي الاهلي؟ انا عارف ان انتوا الاربعه مظبوط كده هتلعبوا السنه الجايه درجه اولى باذن الله، او انضميتوا للفريق الافريقي الاول، قول لي الموسم الجديد استعدادكم ليه؟ هو احنا المفروض يعني احنا اصلا كنا بنلعب في فرق صغيره. كويس. طلعنا كاس عالم ورجعنا. تمام. تقريبا يعني حياتنا في كره الميه اتغيرت من الخبره، من التدريب، من البص على الفرق الكبيره وكده. رجعنا الكابتن قال لنا هنرجع هنلعب مع الفرق الكبيره في فرقتين. كابتن وليد وصفي؟ كابتن وليد وصفي. كويس. هنرجع نلعب مع الفرق الكبيره. ابتدينا التدريب معاها تدريب مختلف طبعا عن الفرق الصغيره. دخلنا لما لعبنا معاهم يعني كسبنا خبره وكده يعني، فهنشوف بقى السيزون اللي جاي هنعمل ايه، هنلعب معاهم، هننزل احنا كده كده مع الفرق الصغيره. فهنشوف بقى هنعمل ايه. يعني هتلعبوا مع الصغيرين وتلعبوا مع هنلعب مع الفرقتين ان شاء الله. شعورك ايه وانت بتلعب درجه اولى يا عمر؟ لا هو هي خبره مثلا شبه بتاعه كاس العالم كده، بتبقى حاجه كويسه جدا ان انا سني صغير بلعب مع الفرقه الكبيره، ان احنا تقريبا هم بيشجعوني معاهم، لان انا لما بنزل انا بالنسبه لهم صغير، بس هم ما بيحسسونيش بكده خالص، هم بالنسبه لهم انا واحد قدهم، نفس قوه نفس الخبره نفس كل حاجه، بيشجعوني وساعات ممكن يعتمدوا عليا يسندوا عليا في حاجه، اللي هو انا هكتسب بقى خبره اكتر وهيبقى عندي ثقه اني اشوط على الجون وكده. بس فهم يعني هو احساس حلو جدا لان هم حاسين ان انا زيهم بالظبط، مفيش فرق يعني. زياد قول لي هنطلع فوق هنعمل ايه؟ هنطلع فوق فين؟ في الدرجه الاولى. قول لي هنعمل ايه بقى؟ لا هو طبعا انا اول حاجه انا في فرقتي وفي الدرجه الاولى انا بدي نفس المجهود. كويس. بس التركيز بيكون ازيد شويه. كويس. عشان الفرق الدرجات هي طبعا زي ما هو قال في الفيرست تيم اكننا بنلعب مع بره. كويس. وبنفس الخبره ونفس كل حاجه. بس فان شاء الله يعني نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ناوي على ده ان شاء الله. قول لي لعبه الووتر بولو لعبه صعبه قوي؟ من البدايه بتبقى صعبه جدا. نفس وبتسرع ميه وبتفضل تعمل عجله طول الوقت، ما ينفعش تسند، ما فيش ارض تحتيك اصلا. مش تريح خالص. لا. قول لي تريح ازاي في الملعب؟ تسند على اللعيب مثلا. يعني ايه تسند على اللعيب دي؟ فهمهاني بقى. يعني مثلا احنا بنلعب على بعض بنهاجم. كويس. تسند عليه بقى عشان تريح شويه. تحط ايدك عليه يعني؟ تحط ايدك. احنا بنحتك ببعض عادي مفيش مشكله. ما انا عارف واخد بالي، لكن انت بتريح عليه يعني تسند ايدك عليه. وممكن المدرب لو انا تعبان يبدلني، اقول له يبدلني. على طول. قول لي يا وليد، محمد وليد صح كده؟ بس ما نلخبطش الاسماء. محمد قول لي الماتش الصعب في البطوله بالنسبه لك كان ايه؟ في الدوري ولا في المنتخب؟ في المنتخب. الماتش الصعب يعني زي ما قلت لحضرتك ماتش جنوب افريقيا ده كان يعني ده كان اصعب واحد. كان يعني يعتبر في ايدينا الماتش. بعد كده يعني حصل يعني شويه عدم تركيز في النص لحد ما الماتش اتاخد مننا، بس الحمد لله يعني عرفنا. طب قول لي بقى لو خرجنا من الملعب خالص، خرجنا من جوه اطار الملعب، بتعملوا ايه بره؟ احكي لنا مواقف، ايه اللي بتعملوه مع بعض؟ تضحك ليه؟ ده هيقول بص على الهوا، خلي بالكوا ده على الهوا، اتفضل قول. لا احنا طبعا ايوه قول. بره الملعب طبعا صحاب بنخرج مع بعض. يعني زي الاخوات بالظبط، ما فيش. لا وفي السفريه اللي حصل
ولا بلاش نتكلم في السفريات؟ بلاش سفريات بقى، بلاش، مش هينفع السفريات. محمد ايه؟ بلاش برضو؟ خلي بالكوا الناس سامعاكوا طبعا وشايفاكوا، بس قول لي فعلا لازم يكون في تآلف بره الملعب. اه طبعا بينكم. يعني لازم عامه احنا المنتخب كنا كلنا فرق مختلفه مش نفس الفرقه، اهلي وهليوبلس وجزيره وزمالك كله. الحمد لله في فتره كلنا عرفنا نتواصل مع بعض يعني، وبقى فيه يعني زي كيمياء ما بيننا وكده، والحمد لله بس ظهرت في الملعب وعرفنا نأدي الحمد لله. عمر قول لي، اتنين لعيبه توتر بولو قبل كده، بابا او الاسره بمعنى اصح، ليها تاثير معاك في جوه اللعب؟ هو يعني انا برضو يعني هو انا بابايا كان بيلعب ووتر بولو برضو، فهايل نفس الكلام. أوه. يعني برضو ولي امر ولازم تلعب ووتر، وانت كمان؟ لا مش لازم، لا. هو ما فرضش عليا، بس هو انا كنت برضو بنزل معاه التمارين كده فحببني فيها، انا برضو اللي حبيتها الصراحه فحبيت العبها، فحبيت برضو تلعبها. طب برضو في اعداد برضو بعد الماتشات والقصص دي كلها؟ طبعا. حلو قوي الكلام ده. يعني قول لي يا زياد، مين مسك الاعلى في اللعبه؟ فكبره طبعا انا في لعيبه بره في بيلعبوا في صربيا وفي المجر وفي كرواتيا بس انا اللعيب المثل الاعلى طبعا اللي قاعد بياخد جوائز الفتره اللي فاتت دي اسمه فليبوفيتش. اه بيلعب في فريق في ايطاليا. نادي وبيلعب، فهو اصلا من صربيا. تمام. منتخب صربيا. وجوه مصر؟ نعم. وجوه مصر؟ جوه مصر هنا؟ هو احنا عندنا واحد في النادي الاهلي. لا لا، في كلاعب. وائل عزت بابا لازم، عشان بس نروح نقول كلام كويس. قول لي حضرتك قصدك كلاعب ولا اه طبعا كلاعب حاليا بيلعب لعيب اسمه كريم جمال. ده المثل الاعلى. اه مين مثلك الاعلى؟ بره ولا هنا؟ الاثنين. بره برضه هو فليبوفيتش، هو لعيب صربيا ده، هو ده سوبر ستار، هو سوبر ستار فعلا. لكن هنا برضه كريم جمال اخذ احسن لاعب السنه اللي فاتت في بطوله الدوري، هو وحسن اللاعب حسن هارون، هما الاثنين برضه، هما الاثنين دول. وليد عزت؟ لا اكيد. وليد اسمع كلام، انا اسمع كلام بيقول وليد عزت. عمر قول لي مين هو؟ شبههم شويه، هو فليبوفيتش برضو. هو ده اسطوره، بس عشان انا معلش اعذروني انا برضو. لا لا لازم تحكي لي عنه. لا احكي لي عنه. لا هو انا مش احكي عنه، هو انا بحب طريقه لعبه، هو قوه موجوده ونفس وسباحه وكل حاجه ودماغ، هو بيشغل دماغه، هو بيلعب دايما على عنصر الدماغ، مش اللي هو انا مستخدم قوتي، فالقوه دي ما بتعملش مش كل حاجه، بس هو كدماغ لا هو دماغه كويسه جدا وبيفكر في الملعب كويس جدا. فاحنا دايما بنتفرج عليه وبنتعلم اللي هو بيعمله من حركاته في الديفنس، بيعمل ايه، احنا بنقعد نتعلم اللي هو بيعمله. بس مين مصدر على بره جون منتخب المجر؟ فيكتور تاجي. كويس. ده خد احسن جون مرتين تقريبا في بطوله العالم ومره في الاولمبيكس. حاجه جامده يعني. بتتابعه؟ اه لحد دلوقتي بيلعب وبتفرج له على ماتشات. جوه مصر؟ جوه مصر كابتن مصطفى ماجد، جون الفلسطين. جون الفلسطين دايما بيوجهني ويعلمني اكني اخو صغير. بيزعلك؟ لا هو بيكون ما بيننا ود عادي. ود. وكابتن عمرو، كابتن عمرو محمود ده، بس هو حاليا بطل. كابتن عمرو ممدوح. ممدوح. اه. وكابتن باسم مدرب حراس المرمى حاليا. نسيت رئيس الجهاز. رئيس الجهاز كان حارس المرمى. انت ناوي على ايه بس قول لي؟ قول لي يا زياد، لو جمهور، في جمهور بيحضر لملعب الوتر بولو؟ لا احنا الجمهور بتاعنا ضئيل الحجم، احنا ما فيش جمهور، بس في الماتشات الجامده بيبقى في حبه كتار يعني. فيعني هو اصلا القعده نفسها ما تسمعش ان في جمهور كتير. احنا مثلا على الماتش، لو ماتش جامد قوي مثلا ماتش الفاينل احنا وفرقه تانية بنلعب، بيكون في جمهور ماليه الملعب كله. تمام. واه فدي طبعا من السبب الاساسي ان بيدينا حماس ان احنا نلعب كويس. بس تقول ايه لجمهور النادي الاهلي عشان يجي ملعب الوتر بولو وانت بتلعب؟ هو احنا طبعا احنا عايزين اول حاجه طبعا نفسي اقولها ان الاهتمام كله مديين للكوره بس، كره القدم. واللعيبه الالعاب التانية الجانبيه ما فيش ليها اهتمام خالص. حاسس بده؟ اه طب ده كله حاسس باي حد بيلعب العاب جانبيه وكده. مش العاب جانبيه يا باشا، جيب الجانبيه عشان بلعب العاب اساسيه بس بس اسمها مش هقول ولا العاب شهيده لكن العاب الاخرى. اه العاب اخرى. فبس فمفيش اهتمام اصلا بالالعاب نفسها، ومفيش يعني مفيش اهتمام بالالعاب، مفيش جمهور. بس فما فيش حد عنده الاولويه ان هو يجي، عشان هو مش، وبعدين اللعبه مش السمعه بتاعت اللعبه مش كبيره قوي في البلد دي. يعني اللعبه مش زي كرواتيا، مش زي مونتينيجرو، مش زي البرازيل، مش زي الناس دي. مثلا هناك في المجر مثلا وكرواتيا، هناك عندهم اللعبه دي هم بيجيبوا فيها مكاسب. فالجمهور عندهم من يعني الجمهور بيبقى مالي الملعب، وجمهور كتير جدا. جمهور اول حاجه يفكروا يعني كره المايه بالنسبه لهم زي كره القدم عندنا. وفي المجر برضو، المجر دي اهم حاجه، وصربيا برضو. بس
نتمنى ان الجمهور المصري او جمهور النادي الاهلي يحضر لملعب. كلمه اخيره بقى سريعه من كل واحد تقولي للاسره. الاسره لا اقول كتير الصراحه، انا احب اشكرهم بس على اللي هم بيعملوه معايا، وان التمارين مثلا تبقى بالليل وبيفضلوا قاعدين مستنييني، بروح الاقي الاكل موجود عشان اكل وانام عشان هيودوني المدرسه تاني يوم. هم بصراحه تقريبا بيتعبوا اكتر مني. بابا وماما ولا ماما بس؟ لا الاثنين. ماما اسمع كلامي، ماما اكتر هي اللي بتعمل. كلمه اخيره للجهاز الفني. الجهاز الفني ايوه الجهاز الفني طبعا اشكره على المجهود اللي هم عملوا معانا، واول حاجه السبورت اللي هم ادوه لنا عشان نطلع كاس العالم. بمنهم يعني الحمد لله بنتمرن مع فرق كبيره وكده، فده سبورت كبير واحب اشكرهم طبعا الحمد لله. كلمه اخيره للاسره. الاسره طبعا حاجه اساسيه، ان انا يعني كنت لاعب في النادي الاهلي دايما بيشجعوني سواء مامتي او بابايا، فدايما بيهتموا بيا وبيتعبوا معايا لكنهم بيتمرنوا زي بالظبط. ربنا يكون في عونهم. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بشكرهم طبعا، بس انا عايز اقول بس اللعبه يعني احنا اتشهرنا تقريبا، لعبه كره المايه دي اتشهرت بعد ما كسبنا السعوديه 36-1، من السوشيال ميديا كلها اتكلمت عن الوطن. الحقيقه اتشهرنا من كده يعني، هي تقريبا اتعرفت شويه. تمام. فانا يعني احب ان الاعلام وكده يعني يتكلموا عن كره المايه شويه، عشان اللعبه دي تقريبا مظلومه. هنتكلم يعني الاعلام وهنفضل في القنوات. بشكركم جدا جدا جدا، كنتوا معايا النهارده كل جمهورنا الحبيب، كنتوا متابعينا النهارده مع نجوم كره الميه، نجوم الوتر بولو في النادي الاهلي، دايما على لقاء من 7 ل 10 في الاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.